بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على المثال الخاص بتصميم الفريمز. خلال المثال ده هنستعرض بعض النقط، منهم أول حاجة هنحسب مع بعض الأحمال، وبعد كده نبدأ نعمل حالات التحميل load combinations، وبعد كده نبدأ نعمل تصميم للقطعات الموجودة عندنا على الفريم. بعض القطعات هيبقى عليها مومنت ونورمال، وبعض الآخر هيبقى مومنت بس، وبعضهم هيتصمم بالإم إس والإن أي دي. هنتكلم على الكلام ده كله يعني في التصميم. بعد كده هنبدأ نتكلم على بعض العناصر الموجودة في الفريم زي الهنج والبراكت، وناخد مثال على الاتنين. وبعد كده في الآخر خلاص هيبقى عندنا رسمة واضحة كاملة لكل الفريم من الأول للآخر. المسألة الموجودة عندي هو عبارة عن فريم زي ما انتم شايفين كده، عبارة عن فريم مكون من باكيتين، كل باكية بسبان 15 متر. الفريم دوت اللي قدامي بيتكرر كل مسافة spacing بتاع الفريمز 5 متر زي ما احنا شايفين في البلان كده، عشان أغطي في الآخر مساحة 25 في 30 متر. مديني بعض المعلومات اللي أنا هستخدمها عندي زي سمك البلاطات، جميع سمك البلاطات المستخدمة 120 ملي، كاميرا الفريم عبارة عن كاميرا ارتفاعها متر وعرضها 40 سنتي، السكندري بيمز الكاميرات الثانوية اللي بتشيل السقف الموجودة عندي اللي متهشرة قدامي ديت، أبعادها 20 سنتي في 50 سنتي ارتفاع، والسبيسنج بتاع الفريم زي ما قلنا هو عبارة عن 5 متر، والإف سي يو الخرسانة المستخدمة 25 ميجا باسكال، والحديد 400 ميجا باسكال نيوتن بر مليمتر سكوير. وآخر حاجة الكرين المستخدم، بستخدم كرين عجلتين، المسافة بين كل عجلة وعجلة 2.5 متر، والأقصى حمل للكرين هو عبارة عن 100 كيلو نيوتن، وأقل حمل هو عبارة عن 35 كيلو نيوتن. برضو كان جيفن عندي في المسألة الرياكشنات أو الرياكشنات الأفقية والرأسية للأحمال، وليكن مثلا اللود كيس واحد كان حمل الوحدة الموجود على باكية واحدة بس من الفريم، ودي الرياكشنات كانت جيفن قدامي. اللود كيس اتنين كان بيتكلم على حمل الوحدة موجودة على البراكت الخارجي، أو حمل الوحدة موجودة على البراكت الخارجي زي لود كيس ثلاثة. لود كيس أربعة بيتكلم على حمل الوحدة اللي بيبقى عبارة عن بيؤثر جانبيا على الفريم، وده هستخدمه في حساب الستريننج اكشن الخاصة بالوين. في البداية زي ما قلت أول خطوة موجودة عندنا إن إحنا هنبدأ نحسب الأحمال مع بعض. الأحمال اللي عندنا نقدر نقسمهم لثلاث أنواع، أول نوع فيهم اللي هو عبارة عن الجرافيتي لودز اللي هي الأحمال اللي بتؤثر في اتجاه الجرافيتي، والأحمال النوع التاني هو عبارة عن الويند، الحاجة التالتة هي عبارة عن أحمال الكرين. أول حاجة هندرسها هي أحمال الجرافيتي مع بعض كده، نشوف المكونات بتاعتها. أول حاجة هي البلاطات، البلاطات اللي بتستخدم لتغطية الفريم زي ما إحنا شايفين قدامنا كده، البلاطات دي بتغطي المساحة كلها الموجودة عندي. أي بلاطة في الدنيا بيبقى موجود عليها ديد لود أو وزنها والتشطيب، زائد أحمال اللايف لود بافتراض إن في ناس هتبدأ تتحرك تعمل صيانة للفريم ده. تاني نوع من الأحمال الموجودة عندي هو عبارة عن السكندري بيمز، السكندري بيمز هي الكاميرات الثانوية اللي هي بتمتد من أول الفريم لغاية الآخر، لها وظيفة إنشائية إن هي بتقطع كاميرا بتقطع قصدي البلاطة الخاصة بالفريم، وبالتالي بتقلل المساحات البلاطة وتقلل السمك وتقلل التسليح وتعمل تربيط للفريمز الموجودين مع بعض زي ما احنا شايفين اللي هي الكاميرات الثانوية اللي قدامي دي. تالت حاجة هو الوزن أو في الأوزان الجرافيتي، هو وزن الكاميرا الفريم، وزن كاميرا الفريم زي ما احنا شايفين اللي احنا اتفقنا مع بعض ان احنا نفرض لها بعد مبدئي متر في 40 سنتي. كل تلات أحمال دول بنسميهم الجرافيتي لودز. قبل ما ببدأ أنقل على النوع التاني من الأحمال، هنتكلم على مثلا السلابس. السلابس دي لو احنا شايفين هي احمالها البلاطه دي مايله، وبالتالي احمالها هتبقى موزعه على المايل، ولكن انا ما بعرفش ادرس الاحمال الموزعه على المايل، او الحاله التحميل الموجوده عندي بتتكلم على الاحمال الموزعه على المسقط الافقي، وبالتالي لازم احول الحمل الموزع على المايل الى حمل موزع على المسقط الافقي، يعني هضربها او هقسمها على كوزين سيتا زاويه الميل بتاعت الفريم ده. لو جينا بصينا على السكندري بيمز، لا دي كاميرات افقيه بتمتد من اول المنشأ لغايه اخر المنشأ، وبالتالي وزنها بيكون وزن رأسي مش محتاج اي تحويل. طيب لو جينا اتكلمنا على الاون ويت، هنلاقي ان كاميرا الفريم الخاصه بيه دي كاميرا مايله بزاويه سيتا، وبالتالي برضو لو انا بحسب الوزن بتاعها ده وزن موزع على المايل، عشان اخليه موزع على الافقي هقسمه على كوزين الزاويه سيتا. طيب قبل ما نبدا، بس برضو السيتا ديت هي عباره عن زاوية الميل، لو خدنا من نقطة السنتر لاين لغاية سنتر لاين الأعلى نقطة في الفريم، هلاقي الارتفاع ده 2 متر، والمسافة الأفقية عبارة عن 15 على 2 اللي هي ب7.5، يبقى ممكن أقدر أجيب تان ماينس وان الاتنين على 7.5. طيب النوع التاني من الأحمال هو عبارة عن أحمال الويند، الأحمال الويند هي الأحمال الجانبية اللي بتأثر على الفريم. تالت حاجة هو حمل الكرين،
حمل الكرين زي ما قلت في السلايد اللي فات ان احنا عندي عبارة عن عجلتين، كل عجل الكرين دوت وزنها او تبعد على يبعدوا عن بعض مسافة 2.5. وزن الماكسيمم للكرين هو عبارة عن 100 كيلو نيوتن. وزن الماكسيمم للكرين ده بيجي ازاي؟ الكرين الموجود عندي بيبقى ممتد من العمود ده للعمود ده، ويبدأ يشيل أوزان عن طريق الخطاف الموجود فيه. لو هو اتحرك بالحمول اللي هو شايلها لأقرب نقطة إلى الفريم ده، يعني قرب جدا من الفريم ده، فبيديني رياكشن كبير شوية هنا، هو ده عبارة عن البي ماكسيمم. ولو في نفس اللحظة في نفس الحالة دي هلاقي إن الرياكشن الموجود هنا هو أقل قيمة، اللي هو عبارة عن 35. يبقى أكبر رياكشن ممكن يجي هو 100 كيلو نيوتن، وهنا 35. الأرقام دي والأبعاد دي بتيجي من الداتا شيت الخاصة بالكرين. يعني لو أنت بتشتغل بره في مكتب وطلب منك تصمم منشأ شبه اللي قدامك ده، بتبدأ تشوف مورد الكرين ونوع الكرين اللي هو بيستخدمه، وتفتح الداتا شيت الموجودة عندك، هتلاقيه بيدي لك أحمال التشغيل الماكسيموم في حالة إن الكرين قرب جدا من البراكت ده، وصل مثلا بتوصل ل 100 كيلو نيوتن في الحالة دي، أو 35 في حالة إن هو بعيد جدا على البراكت الفاضل الناحية التانية. هنبدأ مع بعض نبدأ نحسب الأحمال. أول نوع معين عندي من الأحمال هو عبارة عن زي ما اتفقنا الجرافيتي لود، مكونة من البلاطات والسكندري بيمز والأونوين. البلاطات الموجودة عندي قلنا إن البلاطات دي أحمال مائلة، يبقى لازم آخد في الاعتبار إن أنا هحولها لأحمال موزعة على المسقط الأفقي، اللي هي 10^-2 × 7.5 بتساوي 15 درجة. أول وزن هو عبارة عن وزن البلاطة، أي بلاطة في الدنيا بتبقى شايلة نفسها، يعني تي إس وجاما آر سي، ده كده وزنها زائد الكفر زائد التشطيب الموجود عندي. واتفقنا مع بعض ان احنا هنقسمه على كوزين سيتا عشان نخليه موزع على المسقط الافقي. يبقى ده حمل كيلو نيوتن بير متر سكوير، الحمل لوحدة المساحات، يعني المساحة الواحدة الواحد في متر في واحد في متر وزنها اللي احنا هنحسبه مع بعض ده. طيب نصيب الفريم اللي انا بدرسه هنا الموجود عندي، انا بدرس اسوأ فريم اللي هو الفريم اول فريم داخلي اللي هو اللي انا بشاور عليه ده. نصيب الفريم ده هيكون قد ايه؟ هيشيل نص البلاطات اللي فوق منه ونص البلاطات اللي جنب اللي تحت من هنا، يبقى في الاخر خالص يبقى انا هضربه في السبيسنج، يبقى هضرب القيم المتر المسطح ديت في السبيسنج عشان ابدا احسبه للفريم الواحد، وبعد كده هضربه في 1.1. يعني ايه 1.1 ديت؟ انا موجود عندي الفريم اول فريم داخلي بيبقى اكتر فريم موجود عليه احمال. بمعنى ايه؟ لو انا خدت قطاع كده في البلاطه الموجوده عندي، فلاقيها ترتكز على الفريم اللي هنا وركيزه هنا وركيزه هنا وهكذا. لو جينا حسبنا اسوأ رياكشن للركائز دي كلها عشان اختار اسوأ فريم اصممه، فهلاقيه اول واحد من الطرف، اول واحد من الباكيه الطرفيه، وبالتالي بضربه في قيمه 1.1. لو عايزين نعرف قيمة 1.1 دي جت منين، فأنا بفكرك بحاجة كده موجودة عندك في الداتا شيت، إن أنا لو خدت الكاميرا الموجودة المستمرة لها كذا بحر كده، فرسمنا شكل الشير، لقى إن الماكسيموم شير موجود على الركيزة الطرفية 45، وعلى الركيزة الداخلية من الشمال 60% من ال W في L، 6/10 ال W في L، وعلى الركيزة الداخلية الأولى من اليمين نص. لو جينا بقاعدة بسيطة جدا أنت عارفها كده في الستراكشر، وهو إن مجموع الشير عند أي ركيزة بيساوي الرياكشن، مجموع الشير عند أي ركيزة بيساوي الرياكشن، وبالتالي لقيت فعلا إن ده نص زائد 6/10 اللي هو 1.1 اللي احنا كنا بنتكلم عليه. إذا في أسوأ رياكشن موجود عندي هو للركيزة الداخلية الأولى، لكن لو بصينا على كل الركائز الداخلية اللي بعد كده، فإن مجموع الرياكشن هو بيساوي 1 W في L. نرجع تاني مع بعض. يبقى في الاخر وصلنا ان الحمل الموزع على المتر المسطح لما اضربه في السبيسنج يبقى ده نصيب الفريم الواحد، وعشان انا بدرس اول فريم داخلي من جنب واحد بدرس اول فريم داخلي يعني اضربه في 1.1، من هنا هوصل معاك ان ده قيمة الوزن اللي جاي من الديد لود من بتاع السلاب 19.9 كيلو نيوتن بير متر. برضه بفكرك ان الكفر ده هو عبارة عن التشطيب، وانا كده كده السطح مايل، فبالتالي برضه الكفر بيبقى معايا مايل، يبقى بالتالي الاتنين دول مع بعض بيتقسموا على كوزين الزاوية. طيب ننقل على النقطة التانية وهي اللايف لود. لو بصينا على اللايف لود الموجود عندي، فده سطح مائل غير قابل للوصول، هلاقي الكود بيقول ان اللايف لود صغير شوية، نص كيلو نيوتن بير متر سكوير، ده نص للمتر المسطح. طب نصيب الفريم قد ايه؟ 5. طيب نص بلاطة من فوق ونص بلاطة من تحت، وبعد كده بضربه في 1.1 لان انا بدرس اول فريم داخلي موجود عندي، يبقى هيوصل ل 2.75 كيلو نيوتن بير متر رن. ده كده احمال البلاطات. طيب بالنسبه لاحمال السكندري بيمز، تاني حمل موجود عندي، اي بلاطه او اي كاميرا في الدنيا هي عباره عن وزنها بيساوي المساحه
مضروبة في الجاما ار سي. طيب المساحة بتاعتي يعني ارتفاع في عرض، لكن انا مفيش معنى ان انا اكرر تاني سمك البلاطة، لان البلاطة اوريدي انا حسبت وزنها موجود معايا هنا. يبقى هشتغل بدقة شوية، اقول ان ارتفاع الكاميرا اللي كان جيفن بنص ناقص 0.12 في 0.2 اللي هو سمك الكاميرا او عرض الكاميرا يعني قصدي 25، كان كده انا جبت وزن المتر المسطح المتر الطولي من الكاميرا، كده انا جبت وزن المتر الطولي من الكاميرا، يعني انا جبت وزن متر واحد من الكاميرا دي. طيب الفريم اللي انا بدرسه ده شايل كام متر من الكاميرا دي؟ شايل 2.5 متر من فوق و2.5 متر من تحت، يعني شايل مسافة هي عبارة عن السبيسينج. واتفقنا مع بعض ان الكاميرا دي ممتدة من الاول للاخر، فتأثيرها على اول فريم داخلي بيضربه في 1.1، يبقى هضرب في السبيسينج 1.1، يعني 5 في 1.1. طيب انا كده جبت الوزن دوت كحمل مركز عند النقطة دي، وجبت الوزن عن مركز عند النقطة دي وعند النقطة دي، وهكذا قعدت حسبت الأوزان دي كأحمال مركزة، لكن أنا ما عنديش في اللود كيسز إن أنا أعرف أجيب المومنت اللي جاي من الأحمال المركزة، يعني عايز أخد الحمل المركز اللي عند النقطة دي أبدأ أوزعه على الفريم ده. طيب يبقى هوزعه على نص المسافة اللي قبله ونص المسافة اللي بعده، والحمل ده يوزع على النص اللي قبله والنص اللي بعده وهكذا. يبقى لو خدنا حمل من دولت يبقى أنا لازم أرجع أقسمه على السبيسينج الخاص بالكاميرات الثانوية، هلاقي عندي 6 مسافات 15، يعني السبيسنج ده ب2.5، يعني الحمل المركز اللي انا جبته هنا بقسمه على 2.5، يبقى انا وزعته على الفريم اللي موجود عندي. يبقى في الاخر ده القانون اللي انت هتستخدمه، الوزن المتر الطولي بتضربه في السبيسنج في 1.1، بقى حمل مركز اقسمه على السبيسنج بتاع البيمز، يبقى انا خليته موزع على المتر الطولي بقيمة 4.18 كيلو نيوتن متر. اخر حاجه عندي الوزن الاون ويت بتاع الفريم، الوزن الاون ويت بتاع الفريم برضو هو عباره عن كاميرا شبه كده، فهو ارتفاع الكاميرا بس خلاص بقى مش هناخد معانا سمك البلاطه، واضربه في عرض الكاميرا في جاما ار سي في كثافه الخرسانه، كل ده كده بيديني وزن المتر الطولي من الكاميرا اللي انا عايزه، بس ده وزن موزع على المايل، لا انا عايز اخليه على الافقي، بحقسمه على كوزاين زاويه الميل، في الاخر اوصل ل9.11 كيلو نيوتن متر. يبقى في الاخر خالص اقدر اجمع احمال الجرافيتي الديد لود كله مع بعضه، الديد لود اللي جاي من البلاطه والديد لود اللي جاي من البيمز والديد لود اللي جاي من الاون ويت بتاع الفريم، اوصل بيه ل 33.2، واللايف لود مفيش غير لايف لود واحد بس بيتحرك على السقف وهو قيمته 2.75 كيلو نيوتن لكل متر طول. النوع التاني من الاحمال اللي اتفقنا مع بعض هو اعمال الويند، الويند بتشتغل بالقانون اللي موجود عندك في كود الاحمال اللي هو بي بتساوي سي اي في كي في كيو. سي اي ده بيبقى عباره عن المعامل اللي بيعتمد على نوع الواجهه اللي انت بتحسب عليها ضغط الرياح. انا بحسب لو الضغط الواجهه دي واجهه اماميه للرياح فتبقى عباره عن 8 من 10، لكن ولو واجهه 8 من 10 بريشر يعني، ولو الواجهه الخلفيه الموجوده عندي بيبقى عليها نص ساكشن، فيبقى الاثنين مجموعين مع بعض هيساوي 1.3. كي اللي هو معامل التعرض بيقول لك على حسب ارتفاع المنشأ الموجود عندك، فالكي دوت للمنشآت اللي اقل من 20 متر هيساوي معايا واحد، معامل ده بيساوي 1. والكيو ده عبارة عن ضغط الرياح الأساسي، ضغط الرياح دوت في مدينة زي مدينة الإسكندرية بسرعة الرياح الموجودة هنوصل ل8 من 10 كيلو نيوتن على المتر المسطح. في الاخر خالص كل ده هيساوي 1.4، وده رقم ثابت معاك في المسائل على طول. الدكتور قالك لو عايز تاخد القيمه دي بواحد برضو مفيش مشكله تثبتها معاك بواحد. البي بواحد واربعة من مية في السبيسنج، السبيسنج بخمسة متر. هنا لما درسنا تاني فريم ما خدناش في اعتبار الواحد واحد من عشرة، ليه؟ لأن هناك كان هناك البلاطات الموجودة عندي والكاميرات المستمرة كانت بتخلي الاستراكشر ده كله مع بعض حاجة مستمرة، لكن لو انت بصيت على الواجهات اللي موجودة عندك هتلاقي كل فريم مستقل بذاته، مفيش ما بينهم غير طوب هو اللي بيوزع الرياح، وبالتالي في الآخر هو متوزع توزيع على التوزيع WFL بس من غير ما اخد في اعتبار الواحد واحد من عشرة. طيب تالت حمل موجود عندي هو الكرين لود. لو احنا جينا بصينا كده على شكل الجزء بتاع البراكت هلاقي ان انا عندي كاميرا الكرين موجوده هنا، والكاميرا الطرفيه اللي بتبقى وظيفتها ان هي تشيل الحائط، وما بينهم بيبقى فيه بلاطه، البلاطه دي بستخدمها ان الناس بتتحرك عليها خلال المنشأ كله تعمل صيانه للكرين. بصينا على الاحمال الموجوده عندي هلاقي عندي 4 انواع من الاحمال، الكاميرا الكرين اللي قدامي دي شايله نفسها وشايله الريل، شايله القضيب اللي فوق اللي بيتحرك عليه الكرين، وشايله البلاطه من شايله جزء من البلاطه يعني، وبتبقى شايله في الاخر الكرين او العجله الكرين او الحمل اللي خاص بالكرين. طيب اول حمل موجود عندي هو الاون ويت، زي اي كاميرا في الدنيا ممكن اعتبر كده ان الارتفاع ان
ان المساحه او الوزن بتاع الكاميرا الكرين هو عباره عن الارتفاع ناقص سمك البلاطه في البي في الجاما ار سي. هي مش بلاطه تي سيكشن عشان تقدر تقول بالظبط ان انت تقدر تطلع السمك، بس خلينا يعني ايه نشتغل بالطريقه دي مفيش مشكله. ان احنا نقول ان هي عباره عن الارتفاع ناقص التي اس في العرض في كثافه الخرسانه، اوصل ده الوزن الموجود على المتر طولي 3.6 كيلو نيوتن لكل متر. طيب وزن القضيب، القضيب وزنه بيساوي حوالي 80 كيلو في المتر، المتر الواحد من القضيب بيساوي وزنه 80 كيلو اللي هي 8.10 كيلو نيوتن لكل متر، ودي رقم هتحفظه معانا. البلاطه اللي انت شايفها قدامك كده هي بلاطه عباره عن وان واي سلاب بتبقى شايله حملين، حمل الديد لود الموجود عندي. اي بلاطه في الدنيا بيبقى احمال الديد لود بتاعتها بتبقى شايله نفسها، يبقى تي اس وجاما ار سي زائد الكفر، واتفقنا سمك البلاطه ب 12 سنتي والكفر بواحد. نصيب الكاميرا الكرين الموجوده عندي هنا من البلاطه ديت في هنا متر 35، هتشيل قد ايه؟ هتشيل نص المتر 35 يروح على كاميرا الكرين، والنص التاني يبدأ يروح على كاميرا الحيطة. انا بدرس كاميرا الكرين يبقى نصيبها هو عبارة عن 1.35 على 2 بيساوي 2.7 كيلو نيوتن لكل متر. طيب اللايف لود الموجود عندي، اللايف لود ده 5 كيلو نيوتن على المتر المسطح. احنا الدكتور بيفرض ان البلاطه دي هيطلع يتحرك عليها عمال بادواتهم بماكينات لحام لو في اي مشكله في الكرين، فلو اللايف لود بيبقى عالي شويه باخده 5 في النصيب. الكاميرا الموجوده عندي هنا هو 1.35 على 2 يطلع في الاخر 3.4. في الاخر خالص مجموع الاحمال دي عايز اجمعهم، عندي حالتين تجميع او حالتين تحميل للالتيميت، حاجه اسمها دبليو مينيمم اللي هو 9.10 ديد. الالتيميت في الحاله دي بيفرض ان مفيش لايف لود موجود عندك، وبيفرض ان جزء من البلاط ديد لود الموجود عندك اللي هو متمثل مثلا في الكفر احنا شلناه، فدي اقل حمل ممكن يبقى موجود على المنشأ هو دبليو مينيمم اللي هو 9.10 دي. اللي انا هجمع الثلاث قيم الانويت والريل والسلاب اوصل ل 6.39، وبعد كده بحسب حاجه تانية اسمها دبليو التيميت ناقص الدبليو مينيمم. الالتيميت هي حاله اللي هي 1.4 ديد زائد 1.6 لايف لود ناقص 9.10، 1.4 ناقص 9.10 يديني نص ديد لود، واللايف لود زي ما هو 1.6 لايف لود، هجمع الكلام ده هيطلع 8.95. اعتقد النقطه اللي بنجمع بالمينيمم والالتيميت ناقص مينيمم دي نقطه هنبدا نشرحها في الجزء الجاي وهو متعلق بحالات التحميل والجدول. اخر حمل موجود عندي هو حمل العجلات. اتفقنا مع بعض ان اسوأ حمل موجود بيطلعه من الداتا شيت بيقول عليه ان البي ماكسيموم ب 100 كيلو نيوتن، ده كان جيفن. الحمل ده حمل تشغيلي يبقى ده حمل وركينج عايزين نحوله التيميت، فبحوله ب 1.6 عشان يبقى التيميت. لكن ده حمل استاتيكي عادي خالص، لكن عشان اخد تأثير الديناميكي معايا في الاعتبار لازم اضربه في الامباكت فاكتور اللي هو ب 1.25، يبقى 1.6 في 1.25% يديني 200 كيلو نيوتن، وكذلك برضو بالنسبة للمينيمم لود. في الآخر خالص ملخص اللي احنا حسبناه مع بعض، احنا حسبنا أربع أحمال، ال W minimum اللي هي عبارة عن 6.39، و W اسمها W ultimate ناقص ال W minimum، وحمل الماكسيموم الموجود عندي الخاص بيه العجلات وال B ultimate minimum. عايز أعرف نصيب الفريم اللي أنا بدرسه من الأربع أحمال دولت، وبالتالي أطلع أربع رياكشنات موجودين عندي. بمعنى إيه؟ يعني لو جينا اتكلمنا على ال W ultimate minimum، فانا عندي الكرين جيردر دي ممتده بترتكز على اول فريم، وبعد 5 متر السبيسنج تلاقي البراكت بتاع الفريم الثاني، وبعد 5 متر تلاقي البراكت بتاع الفريم الثالث، وبالتالي بيلاقي الكاميرا الكرين هي كاميرا ممتده بطول المنشا كله. المطلوب ان انا احدد الرياكشن الخاص بالفريم اللي انا بدرسه اللي هو عباره عن اول فريم داخلي. الار واحد دي خلاص اتفقنا مع بعض هي بتساوي الدبليو مينيموم حاله المينيموم في ال، واتفقنا ان ده اول فريم داخلي يبقى ياخد 1.1، يبقى اوصل للقيمه دي 35.15 كيلو نيوتن. طيب ار 2 بحسبها للحمل الثاني الموجود عندي اللي هو دبليو التيميت ناقص الدبليو مينيموم، هي بنفس الطريقه بقت 1.1 في قيمه الحمل في ال، اطلع بالقيمه دي 49% كيلو نيوتن، 49 كيلو نيوتن. الحمل الثالث هو عباره عن ار 3 بيجي من احمال العجلات الخاصه بالكرين، واتفقنا مع بعض ان العجلات دي بتبقى الفريم اللي عند او الكرين اللي عندي مكون من عجلتين، المسافه بين العجلتين 2.5 متر، وانا عشان ابدا اتعامل مع حمل بيتحرك في على خلال الكاميرا يبقى لازم واطلع له رياكشن، يبقى لازم احسب الرياكشن ده عن طريق حاجه اسمها الانفلونس لاين. يبقى هرجع للانفلونس لاين اللي انت استخدمته في الكباري الترم اللي فات، كنت بترسم شكل الانفلونس لاين للركيزه بي او تطلعه من الداتا شيت تلاقيه حاجه بالمنظر ده.
الانفوس لاين زي ما انت عارف بيتقسم ل 10 اجزاء، كل بحر يعني بيقسمه ل 10 اجزاء، وبالتالي الجزء الواحد بيساوي 5 على 10 يعني نص متر. هبدأ اختار اسوأ احداثي او اكبر احداثي، ابدأ احط عليه اكبر البي الموجودة عندي، فهلاقي نقطة 7 فعلا هي عليها اكبر احداثي، وبالتالي بي ماكسيمم هضربها في الاحداث الموجود الخاص بالنقطة 7 على بعد 2.5 متر، يعني عبارة عن 5 اجزاء من الكاميرا، هلاقي اوصل لنقطة 12، هضرب الاحداثي بتاع نقطة 12 في البي ماكسيمم الموجودة عندي، وبالتالي هو ده الرياكشن الخاص بي التيمت ماكسيمم. يبقى بي التيمت ماكسيمم في الانفوس لاين الخاص بالرياكشن بي اللي هو 200 في نقطة 7 اللي هي 0.896 و0.83 للنقطة 12، اوصل لان R3 ب 345 كيلو نيوتن. كذلك برضو بالنسبة لآر 4، بس المرة دي ببدأ أحط الأحمال المينيموم اللي هي عبارة عن 100 كيلو نيوتن، 70 قصدي 70 كيلو نيوتن في 0.896 زائد 0.83 نفس الإحداثيات، هوصل ل 120.8 كيلو نيوتن. هجمع الأحمال دي بطريقة ما، هنبدأ نوضحها برضو في الجزء اللي جاي الخاص بالأحمال. R1 ده هو أقل حمل المينيموم الموجود عندي على على الفريم، فهاخده زي ما هو R1 ب 35.2، وهفرض أسوأ حمل موجود عندي وهو الـ R maximum، أسوأ مجموعة من الأحمال موجودة عندي هتيجي لما ده يبقى ultimate، زائد إن الرياكشن أو العجلة باخد أعلى حمل للعجلة، باخد R2 و R3 مع بعض، وبسمي الاتنين دول R maximum ب 394 كيلو نيوتن. وكذلك برضو بالنسبة للآر مينيموم، فهو عبارة عن R2 الموجود عندي ألتيميت ناقص مينيموم زائد المينيموم لود، هيطلع معايا 138 كيلو نيوتن. من هنا يبقى احنا جهزنا الثلاث أحمال اللي هنبدأ نشتغل بيهم في المسألة بتاعتنا الخاصة بالفريمز. في الآخر خالص هنلخص الأحمال اللي احنا حسبناها. أول نوع من الأحمال كان الجرافيتي لودز، بنقسمهم لنوعين من الأحمال، حاجة اسمها الدبليو مينيموم وحاجة اسمها ألتيميت ناقص مينيموم. المينيموم ب 9 من 10 ديد، هلاقيها ب 29.9، والالتيميت ناقص المينيموم حفظناها مع بعض خلاص ان هي نص ضد زائد 1.6 لاير، هيطلع معايا 21 كيلو نيوتن لكل متر. الكرين لود دي 3 احمال، واحد فيهم اقل حمل اللي هو المينيموم اللي هو جاي من دبليو مينيموم R1، وار ماكسيموم اللي جاي من R2 وR3، وار مينيموم هو جاي المناظر اللي هو عبارة عن التيميت ناقص مينيموم زائد لو انا اخدت في اعتبار البي التيميت مينيموم. اخر حاجه الويند لود حسبناه مع بعض كان ب 5.2، بس ده كان حمل وركينج، هاخد في اعتباري ان هو التيميت، يبقى هضرب في 1.6 اوصل لقيمه 8.3. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نكمل مع بعض. احنا وصلنا لآخر حاجة ان احنا حسبنا الالتيميت لودز، ان قسمناهم ل3 انواع، الجرافيتي لودز، وحسبنا حاجة اسمها المينيموم، وبعد كده التيميت ناقص مينيموم، وهنشرحها دلوقتي يعني ايه التيميت ناقص مينيموم، وبعد كده الكرين لودز الاحمال الخاصة بالكرين، وقلنا ان اقل حمل اللي هو المينيموم لود اللي هو جاي نتيجة الاحمال الديد لود مضروبة ب 9 من 10 بيساوي 35، واقصى حمل بيبقى موجود 94 لو الكرين قرب جدا من البراكت، ولو بعيد عن البراكت دوت هيبقى قيمته 138 كيلو نيوتن. وبعد كده قيمة الويند لود الموجودة عندي حسبناها بالألتيميت طلعت 8.3. في بداية المسألة كان موجود عندنا جيفن حالات لود كيس رقم 1 اللي هي كانت تمثل حمل الوحدة الموجودة على الباكية الأولى، وكان جيفن الرياكشنات الأفقية والرأسية لكل هنج موجود عندي هنا. هتبدأ تاخد من الرياكشنات دي، تبدأ تحسب النورمال الموجودة عندك في الفريم زي المعادلات الاستراكشر زي ما انت عارف قبل كده يعني، وكذلك بالنسبه للشير الموجود في الفريم والبندنج مومنت برضو الموجود عندك. هتلاقيني مقسم لك هنا السكشنز الموجوده عند المجموعه من المسميات. السكشن الموجود عند الهنج اول واحد في العمود بسميه 1، وبعد كده السكشن اللي قبل البراكت على طول 2، بعد البراكت 3، بعد كده اخر سكشن في العمود 4، 5 ده بدايه الرافتر، 6 النهايه الموجوده هنا، و7 هي البدايه للرافتر النهائي الثاني ده، و8 و9 هو آخر سيكشن موجود في العمود، و10 قبل البراكت، و11 هنا هيبقى بعد البراكت، و12 الموجود عند آخر سيكشن في العمود اللي هو عبارة عن الهنج. كل ما هو متماثل مع السيكشن الموجود عندي هنا في الفريم التاني فأنا بديله نفس المسمى، بس بديله داش، بمعنى إن الهنج الموجود في الطرفي اللي موجود في الآخر هنا الهنج الموجود في الباكية التانية بسميه 1 داش، وهكذا يعني السيكشن الموجود في العمود اللي عنده الماكسيموم بوست مومنت رقم 6 بديله مسمى تاني برضو عبارة عن 6 داش.
نفس الحكايه برضو بالاستخدام لود كيس رقم 2 اللي هي ناتجه نتيجه حمل الوحده على البراكت الطرفي الموجود عندي، كانت الرياكشنات جيفن، وكان مطلوب ان احنا نبدا نحسب النورمال فورس الموجوده عندي والشير فورس والبندنج مومنت. برضو تسجيل شويه كده فيما يتعلق بالنورمال فورس والشير فورس، فالاضلاع الموجوده عندي الخاصه 5 و6 و7 و8، دي الاضلاع دي بتبقى مايله، وبالتالي وانا بحسب النورمال والشير هحتاج ان انا احول القوه اللي موجوده عندي هنا مره احولها بالكوزاين والساين زاويه الميل. برضو نفس الكلام بينطبق على الحمل الوحده اللي بيبقى موجود على البراكت الداخلي اللي هو قيمته 1 كيلو نيوتن، بحوله النورمال وشير وبندنج مومنت. وكذلك اخر حاجه بالنسبه لحمل الوحده اللي بيأثر على جانبيا على الفريم اللي عندي، برضو ببقى موجود عندي الرياكشنات منها اقدر احسب النورمال والشير والبندنج مومنت. نقدر نلخص الكلام ده كله في الاخر هنا الى جدول زي ما انت شايف كده الاربع حالات الموجودين عندي. الحالة الأولى اللي هي حمل الوحدة الموجود فيه أو الباك الفيرست بي، والحالة التانية لحمل الوحدة الموجود على الإيدج براكت أو البراكت الطرفي الموجود هنا، وحمل الوحدة الموجود على البراكت الداخلي حالة رقم 3، وحالة 4 اللي هي عبارة عن الويند. كل حالة من دول حسبنا النورمال والمومنت والشير، وحسبناهم للسكاشن الموجودة عندنا زائد السكاشن المتماثلة في الباكية التانية الموجودة. زي ما قلت لك في الاول هو ان احنا بنشتغل بطريقه حالات تحميل مختلفه شويه، وهي عباره عن الدبليو مينيمم والدبليو التيميت ناقص الدبليو مينيمم. طب ليه انا بستخدم الحاله ديت؟ احنا ممكن نطلع بره المساله شويه عشان نفهم النقطه اللي جايه دي. لو انا خدت مثال بسيط كده لعباره عن كاميرا عباره عن غير محدده استاتيكيا من الدرجه الاولى، مثلا عباره عن باكيتين زي ما انت شايف قدامي كده، وانا موجود عندي حالات التحميل اللي احنا عارفينها اللي هي عباره عن دبليو التيميت 1 4 ديد 1 و6 لايف، وحاله المينيموم اللي هي عباره عن 9 من 10 ديد. لو كان مطلوب منك في المساله ان انا اطلع اقصى عزم موجب باستخدام حالتين التحميل دولت عند سيكشن واحد، فكان حاجه معلومه انت عارفها المفروض من الاستراكشر، وان اقصى عزم موجب ان انا بملى الباكيه دي باقصى حمل، والباكيه الملاصقه ليها على طول مينيموم، وبعد كده ماكسيموم في مينيموم وهكذا. يبقى هحط هنا دبليو التيميت وهنا الدبليو التيميت ودبليو مينيمم، يعني من هنا اوصل لاقصى عزم موجب عند سيكشن واحد. طيب لو كان مطلوب مني اقصى عزم مثال اقصى عزم موجب برضو عند سيكشن 3، فكنت هختار سيكشن 3 الباك اللي في سيكشن 3 احط لها اقصى حمل اللي هو دبليو التيميت اللي هو الواحد اربعة وواحد وستة، واجي على الباك اللي جنبه على طول دبليو مينيمم بالمنظر زي ما احنا شايفين كده. طيب لو طلب منك اقصى عزم سالب موجود عنده نقطة سيكشن 2 اللي هو هنا كده، كنت بتملى الباكيه اللي جنبه اليمين وشمال بالاقصى عزم اقصى حمل اللي هو دبليو التيميت اللي هي 1 و4 ديد و1 و6 لايف. طيب لو اشتغلنا بقى بالطريقه بتاعت الدكتور ان احنا اعتبرنا ان حاله في حاله تحميل كده او حمل اسمه دبليو التيميت ناقص المينيموم اللي هو نص الديد زائد الواحد و6 لايف، والمينيموم اللي هو 9 من 10 ديد، فهتلاقي مسمى كده اسمه كيس واحد دايما بيبقى عباره عن المينيموم على جميع البحور الموجوده عندي، فهحط المينيموم على جميع البحور الموجودة عندي. وبعد كده من كيس اتنين بقى أبدأ كل بحر أبدأ أحط عليه حاجة اسمها الألتيميت ناقص المينيموم، يعني اختار كل بحر عندي وأحط له الألتيميت ناقص المينيموم. فده البحر الأول حطيت الألتيميت ناقص المينيموم، والبحر التاني عبارة عن الألتيميت ناقص المينيموم فيما يسمى عبارة عن كيس ثلاثة. لو انا عايز اوصل بنفس الكيسز الموجوده عندي بالطريقه ديت اوصل لنفس الكونكلوجن اللي احنا وصلنا لها هنا. بمعنى ايه؟ لو انا عندي كيس واحد هجمعها مع كيس اتنين او كيس تلاتة او كلهم مع بعض، او اختار من الكيسز ديت، ما هو يحقق ان البوزيتيف مومنت عند سيكشن واحد او الحالة اللي تديني الاكبر عزم موجب عند سيكشن واحد. فلو اكبر عزم موجب عند سيكشن واحد انا محتاج في الباكية الاولى التيميت، يبقى لو خدت كيس واحد انا موجود عندي مينيموم، فهاخد معاها كمان كيس اتنين عشان اقول ان المينيموم زائد الالتيميت ناقص المينيموم في الاخر يديني التيميت زي ما موجود عندي هنا. وبالنسبة للبحر التاني فده عليه مينيمم زائد صفر يديني المينيمم الموجود عندي هنا. يبقى كيس واحد أقدر أحقق واحد زائد اتنين تقدر تديني الام واحد بوزيتيف اللي موجود عندي هنا. طيب تعالى نبدأ نفكر، طيب لو احنا هنشتغل ب عايزين نوصل للكونكلوجن بتاعت البوزيتيف عند تلاتة بنفس الكونسبت، لو خدت واحد دايما كيس واحد دي هاخدها معايا في الاعتبار وبعد كده أبدأ أزود عليها. لو اخترت عليها ان انا ازود عليها كيس 3 فهقول مينيموم ناقص التيميت ناقص من زائد التيميت ناقص مينيموم، في الاخر اوصل ان ده التيميت والباكيه الثانيه او عباره عن المينيموم زائد صفر اللي هو عباره عن المينيموم هنا. يبقى اقصى عزم موجب عند سيكشن 3 اقدر احققه لو انا جمعت كيس 1 مع كيس 3.
طيب اخر حاجه، لو انا عايز اجيب اقصى عزم سالب عندي ركيزه 2، فدي عباره عن التيمت على كل الباكيات، فممكن اقول لو خدت المينيموم زائد الالتيمت ناقص المينيموم في الاولى زائد الالتيمت ناقص المينيموم في الثالثه، جمعت 1 و2 و3 هوصل في الاخر ان هي حققت التيمت على الجزئين، يبقى 1 و2 و3 تحقق اقصى عزم موجب عندي 2. طيب يعني في الآخر خالص نستنتج من كده إن إحنا بنفس الطريقة دي نقدر نوصل لأقصى عزوم موجبة أو سالبة عند أي مكان في السكشن أو الفريم الموجود عندي. طب أنا ليه بستغني عن الحالة اللي أنا أو الطريقة اللي أنا عارفها واللي استخدمناها في الاستراكشر وبستخدم الطريقة اللي موجودة عندي هنا اللي الدكتور شرحها في المحاضرة؟ لسببين. السبب الأول إن أنت ممكن في الأول هنا ما تحسش باختلاف ما بين الطريقتين، يعني أنت حملت هنا 3 حالات تحميل واستخدمت هنا 3 حالات تحميل، وبالتالي ما وفرتش اي حاجه موجوده عندك هنا. لكن السبب او الميزه الاساسيه هتبان عندك لو استخدمنا اكتر من بحر، يعني لو وصلنا ل3 بحور او 4 بحور. فلو وصلت ل3 بحور مثلا، فهتحتاج ان انت تعمل كيس مثلا الماكسيمم في الاول ومينيمم هنا وماكسيمم في التالت، او مثلا مينيمم ماكسيمم مينيمم، او مثلا ماكسيمم في اول 2 ومينيمم في التالت، او مش عارف ماكسيمم في اخر 2 ومينيمم في الاول. هتلاقي عندك مثلا حوالي ما يزيد عن 6 7 حالات تحميل عشان تقدر تحقق انك تجيب العزوم الموجبه في كل البحور والعزوم السالبه عند كل الركائز. لكن في الحاله دي انا هبقى عندي، لو عندي 3 بحور بالظبط هيبقى عندي 4 حالات. الحاله الاولى بتقول مينيمم على كل البحور، والتيمت ناقص مينيمم في البحر الاول، والتيمت ناقص مينيمم في البحر الثاني، والتيمت ناقص مينيمم في البحر الثالث، وبالتالي اتحولت ل4 حالات. لكن هنا هيبقى عندي 4 5 6 اكتر من 6 حالات او حاجه يعني. السبب الثاني مش هيبان معانا دلوقتي بوضوح قوي، ولكن نقدر نشرحه كده، يعني ان هو عباره عن ان في الحاله دي انا لازم ابقى عارف الماكسيمم بوزيتيف مومنت بيجي منين. يعني انا لازم ابقى عارف لو عايز اقصى عزم موجب يبقى لازم ابقى حافظ ان انا احط هنا اقصى حمل وهنا اختار الحمل المينيموم الاقل، وده معناه ان انا محتاج عشان اعرف كل حاله من ال3 حالات الموجودين عندي ان انا بعرف اختار ايه البحور اللي بقى عليها الماكسيموم وايه البحور اللي عليها المينيموم. لكن في الحاله دي لا، الموضوع مختلف شويه. بمعنى ايه؟ لو خدنا مثال ان انا عايز احسب العزم الموجب عند سيكشن واحد، فلو قلنا ان جاي من الحاله دي مثلا العزم الموجب هنا كان موجب 3 مثلا، وهنا كان العزم الموجب من الحاله دي طلع معايا موجب 2، والعزم هنا طلع معايا سالب 1، فمش محتاج ان انا اعرف مين فيهم الحالات اللي تزود او تنقص، انا هعرف بناء على الاشارات. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا هقول هنا طلع معايا موجب 3، ده كيس 1 دايما بتبقى موجوده معايا. طيب كيس 2 بزائد 2 يبقى فعلا اخد معايا 3 و2 يبقى المومنت ب5. طيب هنا المومنت نتيجه الحمل في الباكيه دي اداني مومنت قيمته ناقص 2، لا ده كده هينقص معايا وده مش مطلوب، وده هيوضح معايا اكتر لما نبدأ نتكلم في الجدول ونعرف ان دايما كيس واحد موجودة معايا، وبعد كده باخد ما يزود الكيس الموجودة ديت بناء على اشارة العزم الموجود في كيس واحد، وده هنوضحه اكتر زي ما بقول في الجدول. من هنا نبدأ بقى نستنتج الحالات المطلوبة عندي في الفريم. فأول حاجة حالة اسمها كيس واحد، اللي هي تمثل المينيموم على الفريم كله من الأول للآخر. هبدأ أحط المينيموم، الحمل المينيموم اللي احنا حسبناه مع بعض، وأبدأ كل براكت من دول ياخد حمل المينيموم اللي أنا قلت لك عليه، اللي هو ما يسمى R1، اللي هو جاي من 9 من 10 من الديد. يبقى كل البراكتس دي هيبقى موجود عليها R1. وبالنسبة للحالة التانية أبدأ أختار كل باكية من دولت، أبدأ أحط عليهم ال W maximum ناقص المينيموم أو الألتيميت ناقص المينيموم يعني. فالباكية الأولى هتبقى ألتيميت ناقص المينيموم، وبعد كده الحالة التالتة هتبقى في الباكية التانية ألتيميت ناقص مينيموم. كده يبقى أنا أنهيت حالات الحمل الموزع بانتظام على الفريم العادي. بعد كده نبدأ بقى في حالات الكرين جيردر. حالات الكرين جيردر ببدأ أفرض إن الونش الموجود عندي الكرين ده الأحمال زادت قوي على البراكت الخارجي، وبالتالي تكون في الحالة دي R maximum، لازم يناظر ال R maximum R minimum، ما ينفعش يبقى الاتنين maximum مع بعض، فبالتالي ده R maximum و R minimum الحالة الكيس 4. بعد كده يحصل العكس إن الأحمال اللي عندي تزيد قوي على العمود الداخلي تبقى هنا الماكسيموم ويبقى موجود عندي هنا المينيموم، ده كده بالنسبة لأول باكية. كيس 6 وكيس 7 نتكلم على الباكية التانية، وهي عبارة عن R maximum على العمود الداخلي و R minimum على العمود الخارجي. كيس 7 هنبدأ نعكس ونفرض إن الحمولة الصغيرة موجودة على العمود الداخلي و R maximum هي اللي موجودة عند العمود الخارجي.
بعد كده هيبقى موجودة عندي آخر حاجة وهو متعلق بالويند. الويند الكيس الأولى هي عبارة عن الأحمال الويند الموجودة عندي اللي بتتحرك من الليفت تو رايت، بيبقى ضغط الرياح باتجاهه من الشمال إلى اليمين، وهنا رايت وليفت إن ضغط الرياح بيبقى موجود في اليمين ويضغط على الفريم في اتجاه اليساري. من هنا نوصل اللي احنا مطلوب مننا إن احنا نعمل حوالي 9 كيسز، والموجود عندي او كان جيفن في البدايه خالص هم 4 كيسز، نتيجه الحمل نتيجه حمل الوحده الموزع بانتظام في اول باكيا، والاحمال الخاصه بالبراكت او الكرين جيردر يعني حمل الوحده على البراكت الطرفي والداخلي، والويند. ازاي اوصل من ال4 كيسز الموجودين عندي دولت لل9 كيسز المطلوبين؟ هو ده بقى النقطه، وهي دي اصعب نقطه ممكن تقابلك في مساله الفريمز. طيب عشان نبدأ نفهم الموضوع ده شوية بوضوح، يعني احنا هنستعين بحاجة انت المفروض خدتها في الاستراكشر وهي ما تعرف باسم السوبر بوزيشن. فلو خدنا مثال بسيط جدا للفريم الموجود عندي قدامي كده، انا عند نقطة 6 مطلوب منك انك تحسب لنا العزم نتيجة حمل مقداره 15 كيلو نيوتن موزع الانتظام على الباكيتين دولت نتيجة عند النقطة 6. هتلاقيه موجود عندك جيفن هو حاجة واحدة بس، معلومة واحدة بس، وهي حمل الوحدة اللي موجودة على أول باكيت. طيب هنرجع لمبدأ انت عارفه في الاستراكشر وهو ما يعرف باسم السوبر بوزيشن. المبدأ ده هو عبارة ان انا اقدر اجزأ الاحمال ما لم اصل لحالة النون لينير، يعني المادة ما وصلتش لمرحلة النون لينير تقدر تجزأ الاحمال الموجودة عندك لاي اجزاء او اي احمال وتجمعهم في الاخر. طيب فانا هبدأ اجزأ المسألة، يعني 15 كيلو نيوتن دي للباكية الاولى هحطها حاجة بالشكل دوت، وال 15 كيلو نيوتن الموجودين في الباكية التانية احسب العزوم الموجودة عند نقطة 6 في الجزء الاول، واحسب العزوم الموجودة عند نقطة 6 في الجزء الثاني، وفي الآخر أجمعهم مع بعض وأوصل للقيمة المطلوبة. كان جيفن عندي إن العزوم عند نقطة 6 نتيجة حمل الوحدة مقدارها 10.4، والعزوم عند نقطة 6 داش المناظرة للنقطة ديت هي عبارة عن ناقص 1.7 نتيجة حمل الوحدة الموجودة. طيب لو جينا اتكلمنا على الجزء الأول الموجود عندي، فنتيجة حمل الوحدة عند نقطة 6 موجود في الباكية الأولى بيبقى المومنت ب10، يبقى الحمل لو بواحد يبقى المومنت ب10، يبقى الحمل لو ب15 يبقى المومنت 15 في 10.4. يبقى ده أول حاجة، العزم اللي جاي نتيجة عند النقطة 6 نتيجة الحالة ده ما فيهوش مشكلة، كلنا هنعرف نحسبه. المشكلة بقى إن أنا أعرف إزاي أستنتج العزوم الموجود عند نقطة 6 نتيجة الحمل الموجود عند نقطة 15، أو بمعنى آخر خلينا نقول العزم عند نقطة 6 في الباكية الغير محملة، يعني الأحمال موجودين في الباكية التانية، يعني عايز على العزم عند نقطة في باكية غير محملة نتيجة الأحمال اللي موجودة في الباكية التانية. طب مش هو ده بيماثل العزم عند نقطة 6 داش في الباكية الغير محملة نتيجة أحمال في الباكية الأخرى؟ هو نفس الفكرة، أنا عايز العزم عند نقطة 6 في باكية غير محملة نتيجة الأحمال في الباكية التانية، يبقى عايز العزم عند نقطة 6 داش في باكية غير محملة شبه دي كده بس نتيجة الحمل الموجود في الباكية التانية. يبقى لو أنا خدت العزم اللي موجود عند نقطة 6 داش هو نفس العزم اللي موجود عند 6 في الحالة دي، يبقى اللي أنا عايز أقوله إن العزم نتيجة النقطة 6 داش في الأحمال الموجودة في الباكية الأولى يساوي العزم عند نقطة 6 نتيجة الأحمال الموجودة في الباكية التانية. يعني في الآخر خالص هقول إن ال15 الموجودين عندي اللي هنا هضربهم في المومنت نتيجة 6 داش اللي هو ناقص 1.7، وأجمع الاتنين دولت مع بعض. يبقى بمعنى آخر لو جينا مسكنا بقى الكيسز اللي عندنا وعايزين نحط معادلة تدل على الكيس ديت، فعلى سبيل المثال مثلا وخلينا نبدأ بكيس 2. كيس 2 معناها إن الباكية الأولى محملة بـ W ultimate ناقص W minimum، يعني هاخد الـ ultimate ناقص الـ minimum وأضربها في اللود كيس 1 اللي أنا عارفها اللي هي جاية نتيجة حمل الوحدة لما الأحمال تبقى موجودة في الباكية الأولى، يبقى أنا خلاص مفيش مشكلة. يبقى هاخد قيمة الحمل اللي هي 21 أضربها في المومنت عند نقطة سيكشن 4 وليكن طلع بناقص 12 نتيجة حمل الوحدة، يبقى هنا أوصل ناقص 262.3. طيب دي مفيهاش مشكلة لأن الحالة اللي كانت جيفن حمل الوحدة في الباكية دي. طيب لو حمل الوحدة المطلوب عندي كان جيفن في الباكية ديت وأنا عايز الأحمال أو عايز المومنت نتيجة الأحمال في الباكية التانية، فبنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها، قلنا ان العزوم الموجودة عندي في الباكية الغير محملة هتساوي نفس العزوم اللي موجودة في الباكية غير محملة للقاعدة او للحالة اللود كومباينيشن واحد، ولكن ان انا هعكس او اخد النقطة المناظرة ليه.
بمعنى اخر انا هاخد دبليو التيميت مينيموم بس في اللود كيس واحد بس، هاخد معايا في اعتباري ان هي عباره عن اكس داش، هاخد النقطه المناظره للنقطه اللي انا بحسب عندها. ولو حاسب عند نقطه 4 يبقى هاخد عند 4 داش، يبقى حوصل ان العزوم او العزوم الناتجه من الاحمال عند الباكيه الثانيه عند نقطه 4 اللي موجوده هنا بتساوي ناقص 21. بنفس الكونسبت هبدأ أكمل على الأجزاء دي كلها. خلينا نبدأ نستعرض كيس واحد. كيس واحد هي عبارة عن حمل المينيموم موجود على الفريم كله مع بعضه، فحمل المينيموم على لود كيس واحد نتيجة X يبقى عند نقطة X أو أي نقطة يعني، ده نتيجة الأحمال الموجودة هنا، ودي حالة موجودة عندي جيفن في الداتا شيت أو موجودة عندي جيفن في المسألة قصدي. طيب الأحمال لما تبقى موجودة على الباكية التانية دي حالة مش موجودة عندي، وبالتالي هاخد نفس الحالة اللي بتقول إن أحمال الوحدة هنا، وآخد ما يناظر النقط ديت في الباكية التانية. بمعنى إيه؟ هاخد معايا لود كيس واحد برضو بس للإكس داش، وهكذا برضو بالنسبة لأحمال الكرين. فعندي R1 موجودة هنا، فدي خلاص دي حالة معروفة اسمها لود كيس 2، اتكلمنا عليها اهيت. لو انت بس عايزني افكرك شوية، لود كيس 2 اهي موجودة عندك جيفن اهيت، ان نتيجة هنا حمل الوحدة، فلو هتضرب R1 الموجودة عندك في القيم اللي تطلع لك هنا مفيش مشكلة. يا فاضل بس ان انت لما يكون حمل الوحدة اللي موجود على الباكية الخارجية هنا، فهو بنفس الكونسبت الموجود عندك، هو كأنك تاخد لو انت عايز تحسب عند نقطة 4 يبقى كأنك تحسب في الحالة دي هي هيها بس عند نقطة 4 داش، عشان تاخد معاك تأثير التماسك زي ما انت شايف موجود عندك هنا. يبقى لود كيس واحد الموجودة عندي ار واحد في لود كيس 2 قصدي، ولود كيس 2 بس اكس داش عشان اخد تأثير الار واحد اللي موجودة هنا. وبنفس الطريقة لما اجي اتكلم على ار واحد الموجودة هنا عندي، هبدأ احسب لها اللود كيس الخاصة بي ار واحد، لود كيس قصدي الخاصة بي 2 عند نقطة اكس اللي انا بحسبها، ونتيجة التماثل هبدأ اخد برضو لود كيس 3 عند اكس داش. يعني نتيجة الحمل ده دي حالة موجودة اسمها لود كيس 3، لكن لما الحمل يبقى موجود في الجزء ده ما بيبقاش موجود، فهاخد ما يناظر النقطة ديت زي بالاسلوب ده. في الاخر هتلاقيني مديك مثال لكل نقطة او طريقة في الحسابات الموجودة عندك، ودي تعتبر اصعب حاجة ممكن محتاجة منك تدريب، لان في الامتحان مش هيبقى جيفن عندك حالات التحميل كتيرة قوي، هيبقى يجيب لك 3 4 حالات منهم انت هتحاول تستنتج كل الحالات الموجودة عندك. كيس 6 برضو بنفس الطريقة، يعني هي مفيش أي حاجة، أنت بتشتغل على ماكسيموم على العمود الداخلي ومينيموم على العمود الطرفي، فالحالتين دول مش موجودين عندك خالص، أنت عندك الحالتين الخاصين بالنقطتين اللي هنا، فهتاخد ما يناظر النقط ديت، بتاخد بالإكس داش في القيم الموجودة عندك زي ما أنت شايف. نفس الحكاية بالنسبة للويند، الويند برضو هو أحمال موجودة، فدي خلاص دي سهلة مفيش مشكلة، هتاخد كل القيم اللي موجودة حمل الوحدة للود كيس 4، بس لما نيجي نعكس الكلام ده رايت وليفت يبقى انا هضطر اعكس القيم الموجوده عندي. قبل ما ابدا وانهي النقطه اللي هنتكلم فيها ديت، في بس مشكلتين هيقابلوك يعني وانت بتتدرب على الكلام ده. اول حاجه فيما يتعلق بالنقط اللي موجوده على محور التماثل، النقط الموجوده على محور التماثل اللي هي النقط 12 و11 و10 و9، النقط ديت هي متماثلة، يعني النقطة المتماثلة بالنسبة لها هي مفيش 9 داش، هي نفس النقطة، و10 مفيش 10 داش، فهي نفس النقطة، لكن المومنت الموجود عندك بيبقى بتماثل عكسي. بمعنى إيه؟ لو الأحمال موجودة في الباكية اللي هنا، فبتعمل مومنت خارجي بيبقى شكله بالمنظر ده، فيبقى المومنت عند سيكشن 9 هو ناقص مثلا نقول ناقص 10 مثلا نتيجة الأحمال الموجودة هنا، بيبقى المومنت جوه الباكية التانية. طيب لو بدأنا نحط الأحمال الموجودين عندي هنا، ساعتها المومنت برضو نفس القيمة هتتولد بس في الاتجاه التاني، يبقى ده ساعتها أصبح تماثل عكسي، مش نفس قيمة أو مش نفس الإشارة. ليه؟ لأن الأحمال لما تبقى موجودة هنا بتديني مومنت داخل الباكية دي، والأحمال لما تبقى موجودة هنا بتديني مومنت داخل الباكية دي، تجميع الاتنين دول مع بعض هو ده بنفس الإشارة هيبقى غلط. يبقى لازم لما أقول نقطة 9 المناظر لها هو 9 داش. الكلام ده ينطبق في المومنت والشير لكن لا ينطبق في النورمال. بمعنى ايه؟ لو انت حطيت احمال موجوده عندك هنا على الباكيه الاولى، هتلاقي ان النورمال اللي موجود عندك هنا وليكن 5 طن، العمود ده مضغوط ب 5 طن،
ولو حطيت الاحمال على الباكيه دي برضو نفس العمود هينضغط ب 5 طن. النورمال ملوش حاجه، محور التماسل الخاص بالنورمال هو بيبقى عمودي على القطاع كده، فمفيش اي تماسل، وبالتالي ما بيبقاش عندي موضوع التماسل العكسي. على عكس المحور التماسل للشير والنورمال، الشير والمومنت بيبقى خط موازي كده. المهم ده مش موضوعنا، يعني موضوعنا اللي انا عايز اقوله، لو المومنت، لو الاحمال موجوده في الباكيه دي ففي نورمال هنا ناقص 5 طن، ولو في احمال موجوده هنا فالنورمال برضه هيطلع معاك ناقص 5 طن. يبقى ساعتها النورمال بس هو اللي بيجمع باشارته، وما بعملش التماسل العكسي بالاشارات. دي نقطه متعلقه ب 9 و10 و11. حاول بس انت تذاكر كويس ما يتعلق بواحد لغايه 8، وافهمهم كويس هم اتحسبوا ازاي، وبعد كده من 9 ل 12 هتلاقي النقطه اللي انا بقول لك عليها دي هتبدا تنطبق معاك في الارقام. حاجة موجودة عندي إن أنا خلاص اختصرنا كل الخطوات دي لكيس واحد نورمال ومومنت وشير، وكيس اتنين وكيس تلاتة، وحسبنا مع بعض الحالات بتاعت الكيرين 4 و5 و6 و7. قبل ما نبدأ بس نكمل النقطة ديت، محتاجين بس إن أنا أفكرك بحاجة معينة فيما يتعلق بالكيرين. لو اتكلمنا على كيس 4 وكيس 5، هل الاتنين وارد إن هما يحصلوا مع بعض في نفس الوقت؟ لا، مستحيل. مستحيل الاقي ان الكرين اللي عندي يديني حاله ماكسيمم على العمود ده يبقى الار ماكسيمم على العمود ده، ونفس اللحظه يبقى ار مينيمم على العمود ده. يبقى كيس 4 وكيس 5 عمرهم ما يحصلوا مع بعض، وبالتالي وانا بختار دلوقتي العزوم هبقى بختار، او النورمال او الشير يعني، هختار ما بين كيس 4 و5. ما ينفعش يبقى الماكسيمم والمينيمم موجودين في نفس الوقت. العمود الباكيه الاولى عليها في جنب ماكسيمم والجنب الاخر مينيمم، والباكيه الثانيه عليها مينيمم او ماكسيمم، الاثنين موجودين عندي في الاثنين دول بيحصلوا في نفس الوقت، والاثنين دول بيحصلوا في نفس الوقت. لكن كيس 4 وكيس 5 ما ينفعوش يحصلوا في نفس الوقت. يا اما الحموله قريبه جدا من العمود الطرفي بقت ماكسيموم، يا اما الحموله قريبه جدا من العمود الطرفي بقت مينيموم. يبقى بختار ما بين 4 و5، ونفس الطريقه لما اجي هختار ما بين 6 و7. يبقى 4 و5 ما ينفعوش يحصلوا مع بعض، لازم واحده بس منهم تحصل، و6 و7 برضو لازم واحده بس منهم اللي تحصل. طيب خلاص وصلنا مع بعض للقيم المتعلقة بالسبع كيسز الموجودين عندي هنا. تعالى بقى نبدأ نحسب ازاي أبدأ أحسب الديزاين فورسز الخاصة بالنقط دي. الديزاين فورسز الموجودة عندي أول حالة هي حالة الماكسيمم مومنت والنورمال الكورسبوندنج ليه. آخد الماكسيمم مومنت الموجود عندي، فهبدأ وليكن المومنت اللي عندي هنا بزيرو، فخلاص هبدأ أجمع، هتلاقي ده نقطة هنج، مفيش أي مومنت موجود عندك هنا، فدي نقطة مفيهاش مشكلة. تعالى نبدأ نطبق مثلا وليكن على نقطة 2. نقطة 2 بتقول إيه؟ نقطة 2 أنا دايما باخد كيس واحد الموجود عندي وما يماثلها بنفس إشارتها، لو عايز أجيب الماكسيموم، وما يماثلها بنفس إشارتها، يعني ياخد 2 أو 3 أو 4 أو 5 زي ما أنا عايز، أو 6 أو 7، كل اللي هيزود معايا. فعلى سبيل المثال خلينا نقول إن ده ناقص 230. بعد كده كيس 2 برضو بالناقص، فهاخدها معايا في الاعتبار ناقص 149. بعد كده ابدا ابص على كيس 3، هلاقي كيس 3 موجود عندي ناقص 1 من 10، ماشي مفيش مشكله، هي بتزود الناقص. تعالى الكيس 4 و5، هختار واحده منهم، في واحده ناقص 158 وواحده عباره عن ناقص 102، لا روح خد ناقص 158 لان دي هي عباره عن الاسوأ، بتزود النيجاتيف. تعالى نبص على كيس 6 و7، لو جيت بصيت على كيس 6 هتلاقي فيه موجب 33 وفي هنا ناقص 33، يبقى خليني في الناقص، الناقص هيزود، يبقى هاخد كيس 7، ومن هنا اوصل ان ده قيمته ناقص 572، ده اقصى عزم سالم. يبقى جاي من 1 و2 و3 و4 و7. تاني هتشوف اشاره الكيس 1، وما اللي يزود اشاره كيس 1 هاخدها معايا. لقينا كيس 2 معايا وكيس 3 مفيش مشكلة، وبعدين لقينا 4، وبعد كده لقيت كيس 7 فحسبتهم معايا. بنفس الكيس 1 و2 و3 و4 و7 أروح أجمع النورمال الخاص بيهم، يزود ينقص ما يفرقش معايا، لأن ده كورسبوندينج، ده مناظر للحالة اللي أنا جبت منها الماكسيموم. يبقى هجمع 1 و2 و3 و4 و7. لنفس السيكشن تعالى نبدأ نتكلم على الحالة اسمها الإم مينيموم. حالة الام مينيموم، حالة الام مينيموم انا هاخد المومنت اللي موجود عندي هنا المتعلق بنقطة 2 وما هو عكس اشارته بحيث ان انا اقلله. تعال نبص كده مع بعض، لو جينا بصينا على الحالة الاولى اللي موجودة عندي اللي هي عبارة عن الام ناقص 230،
فهنزود معانا مع الكيس 1 الكيسز اللي بتزودها او بعكس اشارتها، يعني ناقص ال 230 هلاقي كيس 2 ما تنفعش وكيس 3 ما تنفعش، فهاخد الصغير من دول هلاقي ناقص 102، وابدا اتعامل مع الكيس الموجوده عندي هنا اللي بيوصل 33 و6 هلاقي ان القيمه ديت المومنت ناقص 299.9، وهنا هاخد الكورسبوندينج مومنت اللي قصاد القيمه دي. بنفس الطريقه هبدا اخطاء اجمع الكيسز او ابدا اعمل الديزاين فورسز الموجوده عندي هنا. انا لاحظت لك ديزاين فورسز ان كيس واحد واي كيس تزودها بنفس اشارتها، وكيس واحد او اي كيس تقللها بعكس الاشاره الموجوده عندك. بعد كده في الجدول التاني بيبقى موجود عندي ديزاين فورسز واحد، وببقى عندي الويند ليفت تو رايت والويند رايت تو ليفت، احنا حسبناهم مع بعض. اخر حاجه اللي هي ديزاين فورسز 2 هي عباره عن ايه؟ عباره عن الكود بيقول لك هتاخد الاحمال الجرافيتي الموجوده عندك، ولو عايز تاخد تاثير الويند فهو بيكافئك بتخفيض الاحمال الى 80%. يعني ايه؟ يعني انا هبدا احسب ديزاين فورسز واحد الموجوده عندي وازود عليها الويند مثلا ليفت او رايت على حسب اللي يزود الموجوده عندي واضربه في 8 من 10. طب ناخد مثال ناقص 572.4، عايز أبدأ أختار المومنت ده موجب 104 والمومنت ده ناقص 48.3، لأ يبقى هاخد الناقص عشان ده ناقص يبقى أزودهم مع بعض يديني ما يعرف باسم الماكسيمم مومنت اللي طلع لي هنا، بس القيمة دي بعد ما أجمعهم مع بعض أضربهم في 8 من 10، بضربهم بتخفيض 80%، أوصل للقيمة الموجودة عندي المومنت هنا، وبرضه بنفس الطريقة الـ corresponding moment. طيب نفس الطريقة برضو لو اشتغلنا على نقطة 2 ناقص 572.4، عايز أقل عزم، يبقى أنا عايز العزم ده ألاقي عزم موجب أقلله بيه، فهاخد العزم اللي جاي من الليفت تو رايت بالمية وأربعة أجمعهم مع بعض أضربهم في 80%، أوصل لقيمة العزم الموجود عندي اللي هو ناقص 155.9. آخر حاجة موجودة عندي في الخطوات إن أنا أبدأ أحسب الفاينل ديزاين فورسز، إن أنا أبدأ أخد قرار مين فيهم أسوأ، هل الناقص 496 أسوأ ولا هل الديزاين فورسز واحد اللي هي ناقص 572.4 أسوأ؟ هلاقي بنسبة 99% الماكسيموم بيجي من ديزاين فورسز أي، حتى لو أنت زودت شوية ويند بس في الآخر لما بتضربهم في 80% بيبقى تأثيرهم قليل. يبقى دايما هتلاقي بنسبة كبيرة يعني ديزاين فورسز واحد هي الكبيرة، يبقى ناقص 572.4 هي دي اللي هبدأ أصمم عليها، والكورسبوندينج بتاعها أو النورمال المناظر ليها ناقص 789.5. بنفس الطريقة هنبدأ نحسب المينيمم مومنت، بس في الحالة دي ممكن بنسبة يعني كبيرة تلاقي بقى المينيمم مومنت الموجود عندك هو اللي جاي من الديزاين فورسز 2. بمعنى ايه؟ هقارن ديزاين فورسز 2 ناقص 155 وناقص 299، مين فيهم يبقى يعني لو انا باخد في اعتباري مين فيهم اكثر موجب يعني او اقرب للموجب، لان انا خلاص خدت الاكبر سالب، فاضل الاقرب للموجب هو الناقص 299 ولا الناقص 155، يبقى هروح للناقص 155 واخد الكورسبوندينج مومنت بتاع النورمال بتاعها. يبقى هنا بنلاقي بنسبة يعني الفورسز الموجودة عندي بتبقى خاصة بالويند، لكن في الماكسيمم مومنت بلاقي ان اغلبها بيبقى رايح للديزاين فورسز واحد. هترسم بقى مع كل نقطة هيبقى معاك ماكسيمم ومينيمم، تقدر ترسم ما يعرف باسم الماكسيمم ماكسيمم بيندينج مومنت. الماكسيمم ماكسيمم بيندينج مومنت ده بيساعدك في انك تصمم بعد كده، لان بعض القطاعات هتلاقي عليها عزوم سالبة صغيرة وعزوم سالبة كبيرة، فاروح اصمم على العزم السالب الكبير. بعض القطاعات بيبقى عليها عزوم موجبة وعزوم سالبة، فببدأ ان انا اخد في الاعتبار الاتنين في التصميم، اطلع لده حديد موجب واطلع لده حديد سالب. بعض القطاعات الاخرى يعني بيبقى عليها عزوم موجبة كبيرة مثلا وعزوم سالبة صغيرة، فبهمل العزوم السالبة وهكذا. الحاجة التانية أو الفايدة التانية اللي أنا بستخدمها وهي عبارة عن الزيرو مومنت، إن أنا بقدر أحدد أماكن توقيف الحديد لما نيجي نتكلم على الرسم. وشكرا. الرحمن الرحيم. آخر حاجة حسبناها مع بعض وصلنا إن إحنا للفاينل ديزاين فورسز اللي جت من أي أو دبل أي أيهما أكبر يعني، وقارناهم مع بعض. الماكسيموم مومنت في الآخر خالص هو عبارة عن كيس واحد وما يزود المومنت اللي جاي من كيس واحد، وقارنا الكلام ده كله مع الويند وضربناه في 80%، وفي الآخر خدنا قرار مين فيهم الأي أو الدبل أي، مين فيهم اللي هيبقى شغال معايا. وكذلك بالنسبة للإم مينيموم اللي هي أساسها هو عبارة عن كيس واحد وأي عزم عكس إشارة كيس واحد.
وصلنا للشكل اللي هو ما يعرف باسم الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت في بالمنظر ده. الخطوه اللي بعد كده ان انا اخد المومنت والنورمال ده وابدا اعمل لهم ديزاين. كل سيكشن هيبقى مطلوب منك ان انت تعمله مره بالنسبه للماكسيمم مومنت والنورمال اللي قصاده، ومره بالنسبه للمينيمم مومنت والنورمال اللي قصاد قيمه المومنت ده. فعلى سبيل المثال هناخد مثال بس واحد كده متعلق بسيكشن 10، وصلنا للقيم الماكسيمم مومنت ناقص 381 والماكسيمم بوزيتيف مومنت الموجود عندي عند سيكشن 10 وهو عباره عن 381. هفكر بس الناس بإن سيكشن 10 ده هو موجود على محور التماثل اللي هو موجود عند النقطة دي، هو ده عبارة عن سيكشن 10. منطقي جدا إن سيكشن 10 يبقى أقصى عزم سالب هو أقصى عزم موجب بعكس الإشارة، لأن ده محور تماثل. يعني لو في حالات هتديني هنا مومنت مقداره 381 يبقى لازم يبقى في حالات مناظرة ليها تديني نفس القيمة اللي هي عبارة عن برضو 381 بس بعكس الإشارة، ونفس الحالة بتديني نفس الكورسبوندينج مومنت. طيب في الاخر خالص هنبدا نعمل ديزاين لحاجه عليها ام وان. لازم اول حاجه اتاكد من ان المومنت الموجود عندي ده قيمته اكبر من المينيمم، وبالتالي ما اقدرش اهمل المومنت ده، ولازم اتاكد على ان النورمال ده اكبر من المينيمم، وبالتالي ما اقدرش اهمل النورمال ده. بمعنى ايه؟ الكود بيقول لك ان اقل قوه ضغط بقى موجوده على اي قطاع خرساني هي 4 من 100 اف سي يو في الاريا كونكريت، اللي هي في الحاله بتاعتي بتساوي 400 كيلو نيوتن. بمعنى لو اي قوه ضغط اقل من قيمه 400 كيلو نيوتن اهمل القوه دي واعتبر ان القطاع ده عليه مومنت بس، يبقى القوه دي كانت صغيره جدا وتاثيرها صغير، فالكود بيقول لك اهملها وصممه على المومنت بس. وبالتالي انا عندي هنا المومنت او النورمال 640، والكود بيقول لي اهمل ما اقل من 400، يبقى الكلام ده يبقى انا ما اقدرش اهمل النورمال فورس دي اكبر من المينيمم. ونفس الحكايه بالنسبه للمينيمم، المينيمم بيساوي الان كورسبوندينج، بشوف ال 641 ديت بضربها في الاي مينيمم الاكسنتريستي المينيمم. الاكسنتريستي المينيمم هي 20 مللي او 5% من ارتفاع القطاع ايهما اكبر، فهلاقي في الحاله دي 5% من ارتفاع العمود اللي هو ارتفاع العمود 1000، يبقى 5% من ال 1000 على 1000 عشان احولها لمتر، يبقى في 641 وصلت ان اقل عزم القطاع 32. بمعنى اخر اي عزم اقل من قيمه ال 32 دي يتم اهماله وكانه مش موجود، وصمم على النورمال بس. لكن العزم اللي عندي 381 اكبر من الام مينيمم والنورمال اكبر من الان مينيمم، يبقى في الاخر اقدر اقول ان الان كورسبوندنج والام التيميت ماكسيمم ار كونسيدرد ان ديزاين، لازم الاثنين اخدهم معايا في الاعتبار في الديزاين. بعد كده بحدد الاكسنتريستي الازاحه قوه الضغط عن مركز القطاع، اللي هي باخد المومنت على النورمال هوصل ان القيمه دي 59 متر، اللي بقارنها بحاجة اسمها الـ E على الـ T، بقارنها بارتفاع القطاع أو الـ E على الـ H. لو لقيته أكبر من النص زي الحالة اللي عندي يبقى الغالب، يبقى الإكسنتريستي دي كبيرة، يبقى الغالب على القطاع ده إن عليه مومنت كبير قوي. ليه؟ لأن الإكسنتريستي كبيرة يبقى المومنت كبير، يبقى الغالب على القطاع ده إن هو قريب من الكاميرا، وبالتالي بيحسب لو أكبر من النص بطريقة اسمها الـ MS ميثود اللي أنت خدتها معانا في سنة تالتة. الـ MS ميثود بتساوي الـ M ultimate او زائد النورمال الالتيميت الموجود عندك في دي ناقص اتش على 2. بمعنى اخر هو المومنت الموجود عند الستيل، لو وقفت تاخد العزوم عند الستيل التنشن الموجود تحت هتاخد العزم الموجود عندك دوت زائد قوة الضغط مضروبة في الارتفاع من الحديد لغاية نص القطاع اللي هو عبارة عن دي ناقص اتش على 2. هتوصل ان المومنت الام اس ب 670 مع ار والفا واريا ستيل، بس الاريا ستيل لها تعديل ان هي الاريا ستيل اللي محتاجها المومنت، بس قوة الضغط ديت هتقلل الاجهادات الشد، وبالتالي مش هحتاج الحديد ده كله، فهقلل الحديد عشان في ضغط على السكشن، فباخد تأثير المومنت ناقص تأثير الحديد اوصل ان ده 388 ملي لكل سكوير. بتقارنها ب 4 من 10% من مساحة العمود اللي هي النص المينيموم اللي خاص بالعمود اللي هو 8 من 10%، لان بحط حوالي تقريبا 4 من 10 على الجنب ده واربعة من عشرة على الجنب الاخر للعمود، يبقى المينيموم العمود قدرت احقق المينيموم العمود. طيب ناخد على سبيل المثال سيكشن تاني وليكن زي سيكشن 11، هلاقي سيكشن 11 عندي عزم 192 ونورمال 993، وده عند محور التماثل، يعني 9 و10 و11 و12 ده في تماثل، وبالتالي نفس قيم العزوم الموجبه هي السالبه مع نفس قيم النورمال اللي موجوده عندي. بنفس الكونسبت هحسب المينيموم للحل النورمال والمومنت، هلاقي ان انا لا يمكن استبعاد اي من القيمتين دولت، وبالتالي هاخدهم معايا في الاعتبار في الديزاين. هحسب الاكسنتريستي، المره دي المومنت صغير شويه، هوصل الاكسنتريستي 0.194 متر.
الاي على الاتش، الاتش بواحد هلاقيها اقل من نص، ساعتها ان القطاع ده الغالب عليه في الحمل الموجود عندك هو عباره عن القطاع ده عمود، النورمال كبير قوي فخلى الاكسنتريستي صغيره، فطالما الغالب عليه عمود او اقل من نص يبقى ده بيستخدم بالان اي دي. الان اي دي بقى انت عارف ان الان اي دي بيتحدد بناء على الاف يلد اللي عندك اللي هي 400، وعلى فاكتور اسمه الزيتا اللي هو المسافه او النسبه ما بين حديد الضغط وحديد الشد الى ارتفاع القطاع كله عندي 9/10، والألفا اللي هو نسبة الحديد الشد لحديد الضغط أنا هاخدها بواحد، مع المحور الرأسي اللي هو الـ N ultimate بيساوي 0.093، والمحور الأفقي اللي هو بيجي من المومنت الـ M ultimate على الـ FCU في الـ B في H square. أوصل في الآخر إن أنا محتاج رو قيمتها بواحد، محتاج نسبة حديد صغيرة جدا حوالي 0.025، منها أحسب الحديد محتاج 1000 ملي لكل 1000 ملي يعني في الجنب الواحد. طالما استخدمت ان اي دي دبلي رينفورسد يعني بيحسب الحديد التنشن لوحده الكمبريشن لوحده، يبقى ساعتها هلاقي ان الحديد ده لوحده وده لوحده، يبقى هيديني الحديد للجنب الواحد بس. تعالى ناخد مثال تالت، في جربنا مره ام اس وجربنا مره ان اي دي، تعالى ناخد مثال لسيكشن 6 مثلا. سيكشن 6 هلاقي ان انا عندي مومنت هنا زي ما انت شايف قيمته 458.2، وفي هنا عندي نورمال قيمته 103.9. حسبنا المينيمم للنورمال لقيناه 400 كيلو نيوتن. النورمال اللي عندك اقل من الان التيميت مينيمم زي ما انا كاتب بالمنظر ده، فده معناه ان النورمال ده يمكن اهماله في الديزاين. الكود بيقول لك اهمل النورمال ده وصمم القطاع ان عليه مومنت بس. طيب احنا عارفين ان سيكشن 6 ده هو موجود في الرافتر، لو رجعنا كده بسرعة سيكشن 6 هو النقطة دي، سيكشن 6 ده عليه بوزيتيف مومنت، يبقى فلانجة الضغط الموجودة عندك بتبقى مضغوطة على شكل قطاع تي سيكشن لأن البلاطة موجودة، وبالتالي يتم تصميمه على تي سيكشن. المفروض إن الكلام ده برضو بالنسبة لك مش هيبقى فيه مشكلة، هتوصل معانا لأن قيمة الحديد اللي أنت محتاجها 1459.6، وده بأكبر من المينيموم اللي بيحسب من معادلات الكمرات زي ما أنت برضو عارف. في الاخر خالص ده الجدول اللي هيلخص لك تصميم القطاعات كلها، بدانا بالماكسيمم مومنت مع النورمال كورسبوندينج، هتلاقي الجدول ده بيحسب بيتدخله البي والاتش، بيحسب المينيمم للنورمال والمينيمم للمومنت، وبعد كده يحدد لك الحاله بتاعتك. فبعض الحالات هيقول لك ان النورمال بس هو اللي باخده في الاعتبار، النورمال والمومنت، خد المومنت بس في الحالات دي كلها معاك في الاعتبار، هنا نورمال ومومنت وهكذا، ويحدد لك نوع القطاع، هل القطاع ده كولوم ولا هل هو عبارة عن رافتر، وهل القطاع ده عليه عزم موجب فيصمم كتي سيكشن ولا عليه عزم سالب فيصمم كريكتانجلر سيكشن أو قطاع مستطيل. برضو هتلاقي ان ده عبارة عن الديزاين كاتيجوري، هيحدد لك نوع التصميم القطاع زي ما اتكلمنا من شوية ان في تصميم لقطاعات عليها ام اس وده شرحنا مثال لده، واتكلمنا ان بعض القطاعات هنستخدم فيها الان اي دي وشرحنا مثال لده، وبعض القطاعات او اغلب القطاعات اللي عندك بتصمم كأنها بيم كويشن او معادلة التصميم الكاميرات العادية اللي ما فيهاش اختلاف. هتلاقي هي نفس القوانين اللي احنا استخدمناها هناك لخصناها شوية في الجدول الموجود عندي هنا المتعلق بالام ماكسيم. اكرر نفس الكلام تاني بالنسبة للجدول المتعلق بالام مينيمم مع نفس الاعتبارات، مفيش اي حاجة، واطلع قيمة الحديد الموجود عندي. في الاخر خالص اقدر الخص قيمة تصميم الفريم الموجود عندي في السكاشن اللي انت شايفه قدامك من 1 ل 12، وبناء على قيم الحديد اللي انا حسبتها بقدر احسب احدد قيم او اختار العدد والقطر المناسب لي. فعلى سبيل المثال انا العمود ده لقيت ان كفايه فيه 4.18 لكل جنب، فده عباره عن المينيموم اللي موجود، والجنب ده كان العزوم في سيكشن 2 كانت خارج كان خارج الفريم قصدي، فكان 4.18 برضو كان كفايه للقيم ديت. السيكشن 3 لا كان محتاج حديد اكتر من كده شويه، فحطينا له 7.22 خارج الفريم، واربعة وخمسة دي عزوم سالبة برضو احتاجت حديد كبير شوية 7.12 7.22. سيكشن 6 ده بيبقى عزوم موجبة هو 7، فبالتالي احتاج حديد موجب قيمته زي ما انت انسايد الفريم قيمته 6.18 وهكذا. يعني دي بعض ملخص بسيط كده لطريقة حساب الزيرو مومنت، يعني انت بتوصل الماكسيمم مع المينيمم والماكسيمم مع المينيمم زي ما كنا راسمين قدامك في الشكل ده، بتوصل الصغير مع الكبير هنا والصغير مع الكبير هنا، ومنها تقدر تحدد الزيرو مومنت الخاص بالحديد السالب
أو الزيرو مومنت الخاص بالحديد الموجب عشان تبدأ توقف الحديد الخاص بيك. في الآخر برضو جينا اتكلمنا بسرعة على تصميم الشير. تصميم الشير بسرعة، أنا لقيت إن كل الشير الموجود عندي سيف. على سبيل المثال خدت السكشن اللي هو 373 كيلو نيوتن، حسبت له حاجة اسمها الشير ستريس بتاعه، لقيته بالقيمة 0.98. بعد كده بالكود الجديد، الكود بيحدد مقاومتين للخرسانة، الخرسانة لو ما شرختش ب0.16 يوصل ده ب0.65 ميجا باسكال، ولو الخرسانة شرخت يبقى 49 نيوتن لكل مليمتر سكوير. فأنا في الحالة دي الإجهاد الفعلي الموجود عندي أكبر من اللي الخرسانة هتشرخ عنده، وبالتالي اللي احتاج إن أنا أحسب له سبيشال رينفورسمنت. هتيجي تحسب الاستيرابس عندك، هتلاقي إن قيمة الاسترس اللي هو 89 ناقص اللي الخرسانة شرخت عندك اللي هو بتشرخ عند 49، هلاقي إن الحديد مطلوب منه إن هو يشيل 49 ميجا باسكال. هتبدأ تحط داخل معدة الاستيرابس، هتوصل إن أنت محتاج سبيسنج 213 اللي هو أساسا المينيموم. يبقى كان يكفي لكل الفريم ده إن أنت تبدأ تحط له السبيسنج المينيموم الموجود عندك. في الآخر خالص كده، ده كده بالنسبة لخطوة الديزاين. أعتقد أنا جريت شوية في شرح الديزاين يعني، بس تقريبا أنتوا ممكن يعني لو قريت المسألة أو حد عنده سؤال مفيش مشكلة، ممكن نتواصل مع بعض يعني وأجاوب على السؤال ده، خاصة يعني إن الجزء ده اتشرح قبل كده في سنة تالتة، فإن شاء الله مش هيبقى فيه مشكلة يعني متعلق بالديزاين يعني. الرحمن الرحيم، ان شاء الله اخر حاجه موجوده عندنا هو ان احنا ناخد عنصر زي عنصر البراكت ده نبدا نصممه ونفكرك باللي اتقال في المحاضره، وبرده الهنج الموجود عندي. لو انا جيت بصيت كده على تصميم البراكت، فانا بصمم البراكت على اكبر رياكشن موجود عندي. فار واحد ده لو انت فاكر كان المينيموم اللي هو جاي من 9/10 ديد لود، وار اتنين هو جاي من التيمت ناقص المينيموم، فده مفيش مشكله هيزود معايا. ار تلاته ده جاي من حاله اسمها البي التيمت ماكسيموم. طيب انا ليه ما خدتش معايا ار 4؟ لان انا زي ما قلت لك من شويه، قلت لك الماكسيمم والمينيمم ما بيتحققوش مع نفس الوقت. ما ينفعش الكرين الموجود عندك يبدا يشيل حموله هنا ويوصل لوزن 100 كيلو نيوتن، وفي نفس اللحظه برضو يشيل الحموله ويوصل لاقل وزن وهو عباره عن ال 35 كيلو نيوتن. الكرين السكشن ده يا اما عليه ماكسيمم يا اما عليه مينيمم، فانا اخترت ار 3 اللي هي الماكسيمم اللي هو اكبر كيو او اكبر قوه ضغط موجوده عندي، او قوه ضغط اللي هي بتمثل شير يعني بالنسبه للبراكت، هصممه على 429 كيلو نيوتن. طيب الان التيميت هو اللاترال شوك الموجود عندك، او الحركه الجانبيه او القوه الجانبيه اللي بتبقى موجوده نتيجه الكرين. هنشتغل على القانون البسيط جدا اللي هو بيساوي 2/10 او 20% من البي ماكسيمم من الحمل الراسي الماكسيمم اللي هو عباره عن 100. ف2/10 من المية، بس ده كده المية ده حمل تشغيلي قلت لك قبل كده، فهو عبارة عن 1.6 في القيمة دي يطلع معايا 32 كيلو نيوتن. بعض الناس ودي غلط هياخد 2/10 من قيمة الشير، وده مش صح أو مش ده اللي الدكتور حازم عايزه. طيب آخر حاجة اللي هو عبارة عن الدلتا، الدلتا دي تمثل ارتفاع قوة ال N ديت عن سطح الخرسانة، والألفا ديت هي عبارة عن المسافة ما بين الكيو ألتيميت أو قوة الضغط أو قوة الشير الموجودة على السكشن مع وش العمود اللي هي هتمثل المهم. نتكلم على التصميم الخاص بالبراكت. فأول حاجة المطلوب مننا هو إن أنا أطلع الأبعاد الخرسانية المناسبة للبراكت ده. الحاجة التانية إن إحنا نبدأ نطلع التسليح، وهم عبارة عن 3 أنواع للتسليح. في البداية إن أنا محتاج أطلع أبعاد البراكت ده، فالبراكت ده نتيجة قوة الكيو الموجود عندنا، ففي مومنت، في نيجاتيف مومنت موجود هنا. فالنيجاتيف مومنت ده مع النورمال فورس الموجودة عندك هنا، فتحول القطاع إن هو عليه قوتين، فهنحله بطريقة قريبة جدا لطريقة الـ MS method، إن أنا هضرب الكيو الموجودة عندي في المسافة لغاية وش العمود اللي هي عبارة عن الـ A اللي هي ب45، يبقى أنا كده جبت المومنت اللي جاي من الكيو زائد النورمال فورس الموجودة عندي هنا. لو انا بحلها بطريقه شبه الام اس ميثود، فانا بحسب المومنت عند الستيل، لكن الستيل الرئيسي الموجود عندي في حاجه بالشكل ده هو الستيل اللي فوق، هو الرينفورسمنت اللي فوق، لان ده نيجاتيف مومنت. يبقى الحديد زي الكوابيل كده، بيبقى الحديد الرئيسي فوق، فهتحسب المسافه من قوه الان دي لغايه الحديد الرئيسي، فهي عباره عن الدلتا اللي احنا حسبناها زائد الدي داش الموجوده عندي هنا. يبقى لو انا عايز احسب المومنت في الحديد، هضرب القوه دي في المسافه اللي هي عباره عن دلتا زائد دي داش، يبقى ده المومنت اللي جاي من النورمال فورس. جمعنا مع بعض المومنت ده، لقينا المومنت ده 198 كيلو نيوتن متر.
عايز اطلع دي مينيمم اللي تناسب المومنت ده بالمعادله اللي هي جذر 1 على اف سي يو على جاما سي في الار في جذر ام على بي، اوصل ان انا محتاج عمق قطاع 399 مللي او حوالي 400. طيب النقطه الثانيه متعلقه بالشير، الكيو الموجوده عندي دي بتعمل شير، بس المختلف عندي هنا في البراكت ان هو زي ما الدكتور شرح كده في المحاضره ان ده ما يعرف باسم الشورت براكت او الكوربل، او ان ليه طريقه انهيار مختلفه تانية عن طريقه الانهيار الخاصه بالكمرات المعرضه للعزوم والشير، ان هنا القوه قريبه جدا من الركيزه وبالتالي بيتحول جزء من الشير ده او بيتغير الانهيار الى انهيار ما يعرف باسم الشير فريكشن، وبالتالي ما بستخدمش معادلات الشير اللي احنا عارفينها، بستخدم اجهادات اخرى زي مثلا الاف ماكسيمم اللي هو 0.225 الاف سي يو على جاما سي، ده كده الاستريس الخاص بالشير المسموح بيه، ده بيساوي 3.75. لو انا عايز اطلع العمق المناسب لقيمة الاستريس دوت، فهقول والله ان القوة على المساحة في او الاستريس في العرض هيديني الدي مينيمم الموجود عندي، ببساطة كأنها القوة على الإجهاد يديني مساحة، لكن البي هحطها في الجزء ده من المعادلة. يعني في الآخر أوصل إن الدي اللي عندي 286 مللي عشان أوفي شرط الشير. في الآخر خالص أنت مرتبط ببعد تاني خالص وهو ما يعرف باسم الكاميرا الكرينجردر. صممنا كاميرا الكرينجردر قبل كده، وكانت كاميرا الكرينجردر ارتفاعها 60 زي ما مرسوم قدامك في الرسمة هنا. وبالتالي عشان أمنع تداخل الحديد فلازم البراكت يبقى أكبر شوية، بخليه 650 كارتفاع للبراكت، منها أوصل إن الدي بتساوي 650 ناقص 50، يبقى أنا مرتبط بما يعرف اللي هو بارتفاع الكرينجر ده. ده كده بالنسبة للأبعاد الخرسانية. تعال نتكلم على الحديد، عندي 3 أنواع للحديد لو عملنا سكيب كده شوية، فأنا عندي 3 أنواع للحديد. الحديد الأول هو عبارة عن المين رينفورسمنت زي ما مرسوم قدامك الشوكة دي، الحديد التاني وهو عبارة عن الكيانات الأفقية اللي هما 2 ستيربس 4 برانش دولت المرسومين قدامك، التالت حاجة ما اللي هما التركانات الرأسية. طيب لو اتكلمنا على المين رينفورسمنت، فالمين رينفورسمنت الموجوده عندك هنقسمه لكذا جزء، جزء الحديد ده بيساهم في ان هو بيشيل فليكشر بيشيل مومنت، يبقى بالتالي هاخد نفس قيمه المومنت الام اس احسب له الار والالفا والاريا ستيل، اوصل ان انا محتاج 1016 مللي تربيع. برضو الحديد ده ليه مساهمه، الحديد الرئيسي ده في ان هو بيبدا يتحمل جزء من الشير، لان انا قلت لك ان انهيار الشير مختلف شويه هنا ما يعرف باسم انهيار الشير فريكشن، وجزء من الحديد ده هيكون ليه مقاومه في الشير، فبشتغل بمعادله الشير فريكشن الموجوده عندي ديت اللي هي كيو على اف ييلد على جاما اس، بس ما شغلش الحديد بكفاءته، بخفضه بمعامل اللي هو الميو اللي هو 1.2 زائد النورمال الموجود عندي، برضو النورمال ده بيكون ليه مساهمة، أو النورمال الموجود عندي هنا بيتحول لشد في الحديد الموجود قدامك هنا، يبقى النورمال على الـ F yield على جاما S أوصل إن الشير محتاج 1020. طيب الـ direct tension هو نفس القيمة اللي احنا حسبناها هنا اللي هو النورمال على الـ F yield على جاما S، يطلع معايا 92 مليمتر سكوير. في الآخر خالص باخد أحد الأكبر من التلات قيم دولت، النورمال والفليكشر، أو النورمال وتلتين الشير، أو 3% من الـ FCU على الـ F-Field في الـ B في الـ D، ده قريب من المينيموم الموجود عندي. هتلاقي الكبير منهم هيطلع 1008 اللي هو 5.8، يبقى 5.18 ده هو عبارة عن الحديد الشوكة اللي بالمنظر ده، اللي هو ليه مساهمة في الفليكشر، وليه مساهمة في الشير، وليه مساهمة في الدايركت تنشن، وعلى أساسه بطريقة تجميع معين الكود بيقول عليها أوصل للقيمة دي. تاني حديد مع بعض هنحسبه اللي هو عبارة عن الهوريزونتال ستيربس، الهوريزونتال ستيربس بتساوي نص الاريا ستير اللي انت حسبتها ناقص الاريا اللي جاية من الدايركت تنشن اللي هي 92 اللي هي 508، وزي ما الدكتور قال لك ان القيمة دي النورمال ده بيبقى موجود فوق، فالحاجة للكائنات الأفقية اللي هي بتقاوم الشد ده بيبقى محتاجها في أول تلتين من ارتفاع البراكت الموجود عندك. يبقى انا في تلتين البراكت ده هبدأ احط الفور برانش ستيربس فاي 10 الستيل بستخدمه هو عبارة عن 400 في المسافة اللي هي 400 ملي. اخر حاجة الفيرتيكال ستيربس، انا اللي قلت لك قبل كده ان ده مش انهيار شير وبالتالي ما بحسبلوش اي ستيربس، انا بس بكتفي ان ده قطاع خرسانة ما ينفعش يبقى ما فيهوش كنات، فبحقق نسبة الكنات المينيموم اللي هي المعادلة المينيموم بتاعت الكنات، في الاخر هلاقي المينيموم 4 برانش ستيربس فاي 8 كل 200 ملي. نكمل مع بعض، الموضوع التاني هو عبارة عن تصميم الهنج. لو بصينا عندي في الفريم فأنا هلاقي في هنج داخلي وفي هنج هيبقى طرفي، فلو بنتكلم على الهنج الطرفي
فلان التيمت اقصى قوه ضغط كانت موجوده عليه 794 ويشير 143، وكذلك بالنسبه للسيكشن رقم 12 اللي هو عباره عن الانر هنج. لو جينا اتكلمنا بسرعه على الاوتر هنج، فالهنج في الاخر في الخرسانه تنفيذه بيتم عن طريق ان انا بضيق القطاع الخرساني، يعني لغايه المنطقه دي قطاع كان ابعاده متر في 40 سنتي، بعد شويه او في نقطه التلامس مع القاعده كنت ضيقنا القطاع الى عباره عن قطاع 30 في 40 سنتي، وببدا ان انا عشان اضمن ان القطاع الصغير ده ما ينقلش عزوم ان انا بحاول ان انا اخلي الحديد الرئيسي بتاعه يمر بالمركز، وبالتالي ما يكونش ليه ذراع عزم وما ينقلش عزوم. فهي دي الفكرة ببساطة عن الهنج. فالأبعاد المبدئية اللي أنا بختارها عشان التخسيس للقطاع الهنج، فأول حاجة الإيه اللي أنا بختارها بتكون حوالي تلت الارتفاع، فليكن مثلا إحنا اخترناها هنا 300 ملي. بعد كده الحمل الرأسي الموجود عندي اللي هو الفي ألتيميت اللي هو النورمال الماكسيموم الموجود عندي بساويه بجزء الخرسانة بتقاوم، هو عبارة عن 0.67 اف سي على جاما سي، وعبارة عن الجهاد البيرنج للخرسانة في الاي في البي اللي هو مساحة القطاع الخرساني زائد الحديد اللي عندي بيكون وصل لليلد، فبقول اف يلد على جاما اس في الاريا ستيل. بشوف والله القوة ديت مع الخرسانة بيحتاجوا حديد قد ايه، فببص الاقي ان الخرسانه اللي عندي القوه دي كبيره جدا، الخرسانه لوحدها كافيه ان هي تقدر تشيل القوه دي، وبالتالي بيكون الحديد اللي انا محتاجه هو حديد نيجاتيف، وده ما ينفعش، لازم احط مينيمم للريينفورسمنت. هو طبع معدل العمود اللي هي 8 من 10% من مساحه مقطع العمود، اوصل ان انا محتاج 6 في 16 اللي هم موجودين عندي. لو لو بصينا كده اللي هم عبارة عن الثلاثة في الجنب ده وثلاثة في الجنب ده، هم دول عبارة عن 6 في 16 اللي هي عبارة عن مساحة العمود. الخطوة التانية اللي عندي إن أنا أبدأ أتعامل مع قوة السبليتنج فورس. لما يبقى عندي قوة ضغط خرسانة بتبقى متوزعة على مساحة مقطع كبير زي مساحة مقطع العمود، وبعد كده تبدأ تتوزع على جزء ضيق صغير من مساحة العمود، فبيتولد قوة عرضية عشان يحصل اتزان. يعني أنا لو بصينا على توزيع القوة في توزيع يونيفورم جاي من نتيجة الأحمال الرأسية، فلو قسمنا القطاع لنصين هلاقي إن في قوة هنا واللي بيرد عليها الرياكشن اللي جاي من الهنج على بعد مسافة معينة قريب للسنتر لاين، وبالتالي هتلاقي إن المسافة القوة في المسافة بتديني عزم، والقوة الموجودة عندي في المسافة بتديني عزم أكبر منه، وبالتالي بتحتاج عشان يحصل اتزان تولد قوة سبليتنج، تولد قوة عرضية في الاتجاه التاني. الرسمة دي اللي أنا بتكلم عليها بتاعة القوة دي الدكتور كان شارحها في المحاضرة. المهم في الآخر خالص بيبقى يتولد عندك نتيجة تغير في قطاع العمود قوة عرضية، هي عبارة عن السبليتنج فورس. دي مشابهة للناس اللي في خدوا بري ستريس لما بنصمم حاجة اسمها الاند بلوك، لما بنصمم البلوك اللي بيتربط فيه الكابلات في البري ستريس بنفس الطريقة بيبقى عندي سبليتنج فورس، لأن البلوك ده عبارة عن قطعة معدن كده لأبعاد صغيرة، ولكن مساحة مقطع الكاميرا بتبقى أكبر منها، فبتنقل قوة من مساحة صغيرة لمساحة كبيرة، بيتولد قوة عرضية في الاتجاه التاني هي سبليتنج فورس. المهم القوة دي أكبر قوة بتبقى عبارة عن ربع النورمال فورس الكبيرة الموجودة عندي أو الفي ألتيميت، في الآخر يطلع معايا 199 كيلو نيوتن. لو أنا عايز أحول القوة السبليتنج فورس دي لحديد، فهاخد القوة أقسمها على الإجهاد، برضو الإجهاد بتاع الحديد وصل للهيلد، فأنا بستخدم إجهاد بقاومها بالكانات اللي هي مايلد ستيل اللي هو 240 الإف هيلد الخاص بيه. في الآخر حوصل إن القيمة دي 951، ممكن أترجمها ل5 كانات، ال5 كانات أربع قطر أربعة أو فور برانش 4 فروع قطر 8 ملي، بيتوزعوا في مسافة الارتفاع القطاع. يعني القطاع الموجود عندي الطبيعي بتاع الفريم هو متر، فأنا بوزعهم في المتر ده. طيب نتكلم على آخر حاجة ونوع تالت من الحديد. زي ما قلنا هو عبارة عن الدياجونال ستيل اللي هو زي اللي مرسوم قدامك بالشكل ده، بيبقى المطلوب من الدياجونال ستيل ده ان هو يبدأ يتعامل مع القوة الأفقية اللي موجودة اللي هي عبارة عن الاتش. فأنا هستخدم 2 لاير من الحديد، يعني جزء رايح في الاتجاه اليمين وجزء رايح للاتجاه الشمال، فبقسمه على 2، وعشان ده مايل بوزعه وبقسمه على كوزين الزاوية الميل اللي هي 45. في الآخر أوصل إن 101 كيلو نيوتن مطلوبين إن هما يتشالوا عن طريق الجروب اللي موجود هنا والجروب اللي موجود هنا.
هوصل في الآخر إن المساحة بتاعت كل جروب متساوية، وفي الآخر ممكن أترجمها لمساحة حديد إن أنا أقسم التنشن فورس على الإف يلد على جاما إس، أوصل اللي أنا محتاج في جنب 2 فاي 16 وجنب 3 فاي 12. عشان يحصل تداخل بنفضل إن عدد الجنب اليمين يساوي العدد الجنب الشمال، أو أزيد منه، قصدي أزيد منه بواحد، زي ما موجود عندي هنا 3 فاي 12 بجوا جواهم 2 فاي 16. نفس الكلام اقدر اكرره تاني بسرعه للانر هنج. الانر هنج الاختلاف الوحيد الموجود عندي هو ان دلوقتي بقى معرض الى قوه ضغط اكبر منه بكتير، لكن قوه الشير بتبقى قوه صغيره. هنبدا نصمم، هنلاقي ان قوه الضغط الموجوده عندي محتاجه فعلا مساحه حديد 936 اللي هي برضو اقل من المينيمم، فبالتالي هاخد المينيموم 6 فاي 16، يعني هوزع 6 فاي 16 على الجانب الخارجي. النوع التاني من الحديد هو عبارة عن الكنات الأفقية اللي بيتم تركيزها عند منطقة تغير العرض، فالكنات دي بنفس الكونسبت برضو هنبدأ نحسبها، بيحصل سبليتنج فورس ربع قيمة البي ألتيميت، هترجمها للحديد هوصل إن هي 1196 اللي هما 5 كنات 4 branches stirrups متوزعين خلال ارتفاع العمود، أو خلال عرض العمود يعني اللي هو 1 متر بالشكل ده. آخر حاجة diagonal reinforcement بنفس الكونسبت برضو، هبدأ أحسب التنشن أو الكمبريشن فورس الموجودين عندي اتش على 2 على كوزين الزاوية، هوصل إن القيمة دي 34 كيلو نيوتن. هترجمها للحديد هلاقي القيمة دي صغيرة جدا، هكرر نفس اللي أنا حسبته المرة اللي فاتت اللي هو عبارة عن 2 فاي 16 و3 فاي 12. كده أعتقد إحنا غطينا أغلب أو كل أجزاء الفريم. إن شاء الله المثال هيبقى موجود عندك كPDF وجواه الرسم. لو حد عنده أي سؤال متعلق بالرسم أو أي تفصيلة معينة أنا ممكن أجاوبه إن شاء الله في أي وقت. شكرا.